قلب مفتوح مع علي العلياني مباشرة على NBC FM وقناة وناسا. اهلا وسهلا بكم قلب مفتوح. اليوم حلقه شوي مختلفه، ضيفها ايضا مختلف. نتحدث اليوم في قلب مفتوح عن فكره كيف انه التراكم المهني في حياه الانسان يظل رصيد حتى لو مر الانسان مثلا بخيبات، باحباط، بمثبطين، ولكن إذا كان في هدف وفي جهد وبذل من أجل هذا الهدف في وصول في النهاية. قد لا يكون الهدف شهي أو سهل، خصوصا لما أنت تأخذ قرار في حياتك أنك تكون إلى جانب الناس، أو أنك تتلمس هموم الناس، أو أنك تدافع عن حقوق الناس. الناس اللي نظروا نفسهم لهذا الشيء قد لا ينتظرون شكر ممن انحازوا له، بالعكس يعني احيانا يوصلون مرحله يصيرون يتحملون العتب اللي يجيهم والاتهامات اللي يجيهم، رغم انه هم قضيتهم انه يدافعون هذول الناس. هذا لا يعني انه ما في ناس تشكر وتقدر وكل شيء، لكن ليس هذا الهدف الرئيسي، لكن في مبادئ وقناعات الانسان يناضل علشانها. نتحدث اليوم عن حماية حقوق الناس أو حماية حقوق المستهلك. وضيفنا الحقيقة بيديه ورجوله وبراسه بكل شيء. يعني ضيفي اليوم أنا سعيد أنه يكون معي لأسباب كثيرة، لأن أول شيء ليس نبت شيطاني كذا وجاء فجأة ظهر على السناب ولا ظهر على تويتر، لا. وهذا لا يعني أني أنا ضد الناس اللي طلعوا أو صنفوا كنبت شيطاني، ولكن أنه لابد نقول الحقيقة وش اليوم دورنا. يعني ان ضيفي هو عنده تراكم صحفي من الدنيا لما كنا نعمل برامجنا او لما كنا نشتغل في الصحف. كان ضيفنا موجود في الصحافه، بدا صحافه رياضيه، الله يرحمه تركي السديري نقله نقله الى الصحافه الاقتصاديه، وبنعرف ليش هذه النقله. ومن بعدها اختط لنفسه خط الدفاع عن او حمايه المستهلك او الدفاع عن المستهلك، في وقت كانت الأمور شوي يعني ما هي بزي اليوم. يعني كانت الأنظمة والتشريعات ما هي بسهلة زي اليوم، فكان يحفر في صخر. ثم بعد ذلك جت فكرة السوشيال ميديا، سناب وتويتر وإنستغرام وفيسبوك، وانطلق فيها ضيفنا انطلاقة مميزة إلى أن ترك الصحافة وتفرغ للعمل الخاص، وأيضا تفرغ لقضايا الناس من خلال هذه المنصات. ناس كثير يتفقون يجمعون عليه، في ناس أيضا يختلفون عليه أو يختلفون معه. اليوم دورنا أن نبحث في هذا الموضوع. ضيفنا الحقيقة أيضا في جانب إنساني، أنه فقد والده عمره 16 سنة. الوالدة كان لها دور مهم جدا في التنشئة وفي الدعم. ورحب بضيفي العزيز الإعلامي فيصل عبد الكريم. هلا وسهلا بك. هلا والله، مساك الله بالخير. شكرا ابو سعد على هالمقدمه. ان شاء الله اني اكون استحق لو نصفها يكفيني، ومساء الخير على الساده المشاهدين او المستمعين. المستمعين المشاهدين، لا والله تستاهل ابو عبد الله لاسباب كثيره. لانه يعني اذكر لما كنا نحن نطلع في لقاءات ونتكلم عن المستهلك ويجينا عتب، وما كان الوعي نفس الوعي، يعني لا على مستوى الناس ولا على مستوى ايضا الجهات الحكوميه المعنيه. خلني أبدأ معك يعني من السؤال اللي دائما نسأله لضيوفنا، رغم يمكن أنت ما تنسى السؤال، لأنه يعني نمط حياتك ما تغير كثير في موضوع كورونا. أزمة كورونا أكيد غيرت في حياة الناس، وأكيد يمكن غيرت فيك لما تنظر لها أنت. إيش العادات اللي اكتسبتها فترة كورونا وجدت أنها عادات جيدة ولن تغيرها حتى بعد زوال الجائحة؟
والله ما في شيء تغير حقيقة على المستوى الشخصي، لأنه تعرف الإعلامي دائما في مواجهة الأحداث، فما يتغير عليه شيء، ويعرف المداخل والمخارج في أي أزمة، ويحب أنه يكون موجود. تختلف الوسيلة الإعلامية أو الأداة الإعلامية، ولكن يبقى العمل الإعلامي حاضر معه. لكن في أشياء كثيرة، يعني المواقف اللي حصلت، الجهود الحكومية، القرارات اللي صدرت من القيادة الله يحفظهم، خادم الحرمين الشريفين سمو سيدي ولي العهد، يعني كانت صفعة في وجه كل من يحاول أن يستهدف المملكة العربية السعودية، من يحاول أن يشكل حلقة فصل بين القيادة والشعب. سنوات طويلة وهم يعملون عبر وسائل السوشيال ميديا، وهم تنبهوا قبلنا بكثير لأهمية السوشيال ميديا في حملات التشكيك، في أي عمل للدولة، في خلق حالة من الإحباط والتشاؤم. لكن اللي صار الأشهر الماضية هذه كانت صفعة في وجيههم، كانت إثبات من بداية هذه الدولة، من الدولة السعودية الأولى إلى هذا اليوم، أنه دائما المواطن والفرد هو الأهم بالنسبة للقيادة السعودية. واليوم إحنا يعني نعيش في ظل شبه أزمة اقتصادية، بس الدولة ما هي ندمان على هذا الشيء، لأنها فضلت صحة الإنسان أولا، وجتنا فجر اليوم تباشير، بداية تباشير مع تصريح وزير الصحة. فاللهم لك الحمد والشكر. هذا الموقف وهذا الجيل، احنا يمكن انا وانت ابو سعد وان كنا صغار وقت حرب الخليج شهدنا على مواقف، لكن جيل الألفية ما شهدوا مواقف كانت فاصلة مثل اللي موجودة اليوم. فهذه نحمد الله عليها. لكل أزمة سلبيات وإيجابيات، من إيجابيات هذه الأزمة انها علمت الناس هم تحت أي قيادة وفي ظل أي قيادة، وش دورنا، سواء اللي كانوا في خارج المملكة وتم رعايتهم إلين عادوا إلى أرض الوطن، سواء اللي عانوا صحيا، سواء الناس في ظل هالمتغيرات اللي نعيشها اليوم. ولسه الدولة إن شاء الله يعني ستنتهي هذه الجائحة، رغم ما قدمت الدولة من دعم ومن سخرت أمور كثيرة للقطاع الخاص، لسه بعد الأزمة، بعد ما تفتح أبواب القطاع الاقتصادي، راح نجد من الدولة أيضا وقفات أخرى، هذا ما أنا متأكد منه. نعم، لا أكيد طبعا. لكن حدثني عن فيصل، يعني هذه الأزمة إيش عنت لك؟ اللي أنت إيش العادات اللي اكتسبتها ما راح تغيرها؟ حسيت أنه لا والله شخصيا أنا في أشياء كسبتها في ذا الأزمة، رغم مثلا يعني في ناس تحدث عن اكتئاب، في ناس يقول ملينا، في ناس أنا ما جلست في البيت. أي أنت ما شاء الله طول الوقت. أولا أنا والله من يعني أنا كنت أول ما بدأت بوادر الأزمة كنت خارج المملكة، كنا في دعوة مع رابطة العالم الإسلامي، كان فيه مؤتمر مهم في أندونيسيا، فحتى كنت مقرر أنه أخذ إجازة كم يوم، لكن بدأت الجائحة وبدأت حالات في أندونيسيا، فقالوا السفارة السعودية قالت ارجعوا، فقطعت ما قضيت إجازة ورجعت، فرجعت مع بداية الأحداث. وجدت أنه لزام علي بجهد شخصي أني أنقل أولا الطمأن للناس، لأنه من واقع خبرة في دائما تجار الأزمات يحاولون خلق سوق سوداء لهم، يتكسبون من خلالها ويقتنصون فرص قذرة، تكرم ويكرم السادة المشاهدين والسامعين. لكن أنه نطمئن الناس، خصوصا أنه مكتسباتك خلال سنوات طويلة في الإعلام شكلت لك قاعدة كبيرة في داخل القطاع الاقتصادي، في داخل المصانع، داخل الشركات، فكلهم كنت على تواصل معهم، أتنقل من مصنع إلى مصنع، أنه كل شيء موجود عندنا، إحنا بخير، وإحنا يعني وجدت أنه هذا لزق. وأيضا أنه الجهات الرقابية جلسة تعمل ليل نهار برضه ننقل هذا للناس. طبعا مثل ما قلت لك، الإنسان يعرف الإعلامي كيف يعني، بعد الله أنه على الأقل يحمي نفسه بطريقة أو بأخرى، أهم شيء أنك تلتزم بالتعليمات، التباعد الاجتماعي، كذا كذا. فيعني
وجدت أشياء مذهلة ما كانت معروفة لدى الناس قبل. أنا ربما أعرف بعض منها، دخلت مصانع كثير ما كنت أعرف شلون تشتغل عندنا في المملكة. يعني مصانع المعقمات، الكمامات، بعضها له 25 سنة في السعودية، والسوق السعودي يعتمد على نفسه بالكامل ويصدر. لكن اللي حصل في بداية الأزمة أنه صار طلب كثير. أنت تعرف أنت عندك مخزون وعندك طبعًا. إنتاج يومي طبعًا. لما يجي طلب كثير راح ينتهي المخزون والإنتاج اليومي، وما يدرك الناس أنه في إنتاج بكرة. لكن اللي حصل فيه أيضا الناس شروا كميات كبيرة، وبعض اللي خزنوا تم شراء الكميات منهم، من بعض العمال المتستر عليهم ومن بعض الناس الجشعين. حنا ما نقول إحنا كسعوديين ملائكة طبعًا. لأن في النهاية المتستر سعودي ولكن تم يعني مصادرة ملايين الملايين من المعقمات والكمامات، وتم طرحها في الأسواق. اليوم ما في مشكلة تدخل أي مكان، كلها موجودة لله الحمد رغم الطلب العالي. فما عندنا مشكلة في أي شيء، حتى المواد الغذائية كلها متوفرة. في بداية الأزمة تواصلت مع أحد رجال أعمال مواد الغذائية ورحت زرت مستودعاته اللي في الرياض الصغيرة، فقط اللي في الرياض 4 أو 5 مستودعات، وأعلن عن تخفيضات في الرز وفي المنتجات الأخرى، خفض في أسعارها. قال لأنه عندنا كميات كافية تكفينا 8 شهور قدام بس على اللي موجود داخل المملكة. فأنا ليش أقلق وأنا مقبل على موسم، فخفض الأسعار. للعلم كل الهايبرات أعلنت عن تخفيضات قبل رمضان ب45 يوم من شهر رجب، لكن تم إزالة التخفيضات. ليش؟ لأنه صار تكدس من العمالة أصحاب البقالات، صاروا يروحون يشترون من الهايبرات الأشياء اللي عليها تخفيض عشان يبيعونها بسعرها الطبيعي عندهم، فألغيت هذه العروض ولا يصير تزاحم ويصير مجازر وانتقال عدوى. طيب الصيدليات انت تعتبر من ضمن الأشياء الرقابية عندك؟ إيه، لأنه فيها شعلية شوي. إيه أرافق الصيدليات هي من مهمة كل الجهات الحكومية، وزارة الصحة، وزارة التجارة، وهيئة الغذاء والدواء. طيب عشان أنت للحين سألتك سؤالين شخصية ورحت بنا الزوايا ثانية، ما راح أخليك. لا، الناس اللي يحبونك اليوم شرائح كثيرة وحتى أعمار مختلفة، وهذه من حقه علينا أنه أول شيء يعرفونك أكثر، وفي نفس الوقت نسأل أسئلتهم. من هو فيصل عبد الكريم؟ وين درس؟ التحديات اللي عاشها، وضع الاجتماعي. طيب في جوانب كثيرة ما يعرفونها الناس، وأنا ما أحب أحكي دائما في سناب في أمور شخصية وأتحفظ على بعضها لأنه أنا عندي منصة أظهر فيها للناس عمل، ما هي منصة شخصية أنقل للناس عبرها أشياء. وبعض الأشياء أنا أتحفظ عليها لأنه حياتي الخاصة ليست للبيع، لكن في مثلا ذكريات وكذا يعني لكن أقدر ألخص لك أنه فيصل ولد في فمه ملعقة من فضة، ما نقول من ذهب، لأسرة ثرية مرفه جدا جدا. يعني هذا يعاكس اللي الآن الناس التصور عندهم في هالأماكن، وهذا ماخذين انطباع معين. درست، تنقلت في عدة مدارس ما بين الحكومية والخاصة، وكنا يعني عند الوالد الله يرحمه مدللين جدا، وكان خصوصا في التعليم يقول اختاروا ما شئتوا من المدارس، أنا بالنسبة لي التعليم هو الأهم. فكنا من ناحية التعليم نبغى المدرسة الفلانية بكرة مسجلنا فيها. والوالد الله يرحمه بدأ المرض معاه مبكر، يعني كان بعد حرب الخليج، جبدة معه ورم في الرأس فعزاله ورجع له المرض بعد سنة، فجلس فترة طويلة يعالج، فحس أنه يعني بيحاول يعوضنا مبكرا. يعني أنا كان عندي أخ نايف أكبر مني تقريبا بسنتين، هو أخوي من الوالد، فحاول أنه يعوضنا بسرعة ويخلق منا أو يصنع منا رجال. يعني شرى لنا سيارات وحنا صغار، وهو ما يحب أبدا يخالف القانون، ولكن حب أنه يعطيهم الثقة أنهم يشوفون عز أبوهم قبل لا يغادر الدنيا. وغادر الدنيا وحنا في عزه، والله يرحمه بعدها وأيضا حنا في عزه، فتعلمنا منه الكثير. يعني كان والد الله يرحمه واصل رحمه بشدة بشكل يومي مع أشقائه، مع شقيقاته، مع الأقارب جميعا. أشقائه الصغار توفيت أمهم وهي تلد أحد إخوانه عمي الصغير، فهو اللي رباهم
عنده في البيت، فكان حنون جدا جدا. يمكن انتقل لنا هذا أيضا، احنا كلنا أنا وإخواني من الوالد. وأيضا كلمة الحق دائما كان أبدا، يعني حقوق الغير كان دائما يسكت هو عن حقه، ولكن حقوق الغير تلقاه شرس فيها في الدفاع عن حقوق الغير. تنقلت إلى يعني وصلت المراحل الدراسية بعد وفاة الوالد، كنا شوي مدللين، هذا اللي كنت أقول لك ليش كنا مرفعين، أثر على دراستنا شوي. أثر شو مو بشوي، لا والله أثر كثير. في واحدة من السنوات كنا مضيعينها، فتدخل الله يذكره بالخير أخوي الكبير فهد وقال أنتم ما لكم حل أن ننقلكم أنتم نايف إلى مدرسة حازمة جدا، فنقلوا لنا معهد العاصمة النموذج. كان معهد شديد جدا جدا، طبعا المعهد هو اللي كان معهد الأنجال وتخرجوا منها أصحاب السمو، فكان شديد جدا جدا في نظامه الدراسي، عدلونا بشكل لا تتخيل. هذا كنت أي مرحلة؟ في الثانوي. يعني أنا تخرجت من ثالث ثانوي الرابع على دفعتي بعد ما كنت كسول جدا. تذكر دفعتك من كانوا؟ أي كثير، أغلبهم دخلوا السلك العسكري. محمد المبارك، الدكتور عبد الله المبارك، السلطان الويحي المطيري، والله مجموعة كثيرة، بعضهم أيضا أصحاب سمو. يعني كنا دفعة مميزة، حتى لما تخرجنا كان في بعض الأساتذة، أنا أساسا سبب دخولي الإعلام من داخل المدرسة الدكتور نايف رشدان كان يدرسنا اللغة العربية، وكان الدكتور نايف أستاذ وقتها ما كان دكتور، كان مختلف في طريقته، يعني حتى مادة التعبير في اختباراتها النهائية ما كان اكتب خمس أسطر، كان يجيب لوحة يقول عبروا عنها. يعني اختباراته مختلفة جدا، وهو اللي حببني في الموضوع الإعلام، وبديت أكتب في جريدة الرياض في الصفحة عنده الأسبوعية يوم الجمعة وأنا طالب عنده في ثاني ثانوي. وكان شغف، لأنه من الصغر كنت أحب أقرأ. أخوي محمد هو اللي حببني أنا بالقراءة بشكل من يوم كنت صغير. حتى طريقة المعلومات اللي كان محمد، هو كان بنك المعلومات بالنسبة لي، كان في تتذكر زمان كتب بنك المعلومات اللي كان يقدمها اللي يقدم برنامج أول سباق المشاهدين الدكتور الخطيب. نعم. فكان محمد يقول لي في السؤال وفي ثلاث خيارات، يقول لا تقرأ الخيارات، اقرأ الجواب الصحيح عشان يرسخ في ذهنك، ما عليك من الخيارات بتتوهك، اقروها علشان تأخذون معلومات. صار تراكم معرفي المقالات الصحفية، كنت أقراها لكل الكتاب وأحفظ كثير منها وقصصات حتى هذا اليوم. يعني كان في شغف للمادة الإعلامية. مارستها أيضا في الدراسة الجامعية. أي جامعة كنت؟ في الملك سعود. رسالة الجامعة كان لي مشاركات وكذا، ولكن انتقلت اشتغلت مع الله يذكره بالخير الأستاذ فارس الروضان، كان لي علاقة معه بحكم أني أحب الصحافة الرياضية. وأنا بدأت من الإنترنت، بدأ عندنا في السعودية 99 وبدأت المنتديات، فبدأ الشغف في الصحافة الرياضية والكتابات الرياضية، يعني تقدر تقول. فكان شغف، وبعدين انتقلت معه إلى مجلة أصوات، ثم انتقلت إلى جريدة الرياض. أنتوا مازن صديري نفس العمر نفس المرحلة؟ أي تزاملتوا؟ كان أصدقاء. لا ما تزاملنا دراسيا. لا ما تزاملنا، ولكن يعني تزاملنا في جريدة الرياض، يمكن هو أكبر بسنة. طيب لما دخلت جريدة الرياض رحت القسم الرياضي. أي طبعا أنت الحين الرياض والجزيرة هم يعني بحسب الرياضي ما له شغل مخطهم واحد، فبالتالي ما كان عندك حالة تنافس مع الصحف الوسطى بين صحيفة وصحيفة. لا لا لا, لا أبدا. أبدا. طيب استمريت الله يرحمه أبو عبد الله الأستاذ تركي الصديري أستاذنا كلنا عمل لك ذا النقلة، يعني احكي لي ذا القصة. طيب أولا كان الله يرحمه الأستاذ تركي الصديري يحترم الجيل الصاعد اللي جو من الإنترنت، فيه المهندس هاني الغفيلي، أحمد السويلم، كلنا جينا ترى كلنا من جيل منتديات وكذا، فكان يحترمنا بشدة. الجيل الصاعد هذا هو كان يبحث عنهم، لأنه يقول هذولي مستقبل الإعلام ومستقبل الصحيفة، فكلهم تسلموا مناصب بسرعة داخل الجريدة ووجدوا حروب.
أنا دخلت الصحافة الرياضية بشغف الإعلام وبحث عن الخبر، ما كل لي عدوات أبدا، يعني ما أخذتها من جانب تحيز رياضي نهائيا، هو شغف إعلامي مارسته، لذلك خرجت حتى من الصحافة الرياضية وأنا أكن الحب ويكنون لي الحب في كل الانتماءات. أنا جاي أمثل جريدة، ماني جاي أمثل نادي، وعلى فكرة حتى نادي الهلال كان لي مشاكل كثيرة معه على تسريب أخبار، كانوا يزعلون، ومقالات وأراء. أنا صحفي أنتمي لجريدة الرياض اللي تعطيني راتب، مو بنتم. أنا جالس أمارس عمل مهني صحيح، بس هذه المعادلة ما تطبق. وعلى فكرة لما أنت تجيهم بهذه القوة، صدقني يحاولون يرشونك بأي طريقة مش ماديا بالأخبار عشان تصير صديقهم، عرفت؟ لكن لا يمكن أكون صديقك، احترمك، ولكن انا انتمي لصحيفه. في الطاوله اللي جنبي صحفي يحب نادي، ولكن احنا في النهايه صحفيين، عيب تقول صحفي هلالي صحفي نصراوي، هذه معيبه. انا بالنسبه لي ارى انها معيبه. استمريت تقريبا 5 سنوات، الحمد لله صار فيها تميز كبير جدا وجوائز وكذا. دخل علي يوم الاستاذ تركي السديري، انا كنت متميز جدا في اللقاءات الصحفيه، وكانوا يحتاجون في القسم الاقتصادي أكثر لقاءات صحفية، لأن أغلب اللي موجودين صحفيين ريبورتات وقصص صحفية وكذا. فقال بكرة داوم في القسم الاقتصادي. صدمة. أنا يعني كونت هنا اسم ما بين من أيام الجامعة المنتديات. قال مكانك ما هو هنا، مكانك أبدا ما هو هنا، حتى قال لفظة يعني ما أبغى أقولها، لكن إنه مكانك ما هو هنا، مكانك في الاقتصاد. وفعلا يعني جيت من بكرة القسم الرياضي ولقى كمبيوتري مشيول، وين الجهاز؟ في القسم الاقتصادي. جلست على مكتبي، بعد نص ساعة هو دخل قال ترى زدت راتبك 25%. وجلست سنة تاية في الصحافة الرياضية تمرر ما تريد، ما حد يعاتبك، وإذا صفقة لاعب فشلت خير يا طير، وإذا مدرب ما جاء خير يا طير، حتى رؤساء الأندية تناكفهم، هو مجال المناكف الرياضة. وأنا أستغرب من الناس اللي يعطون الرياضة أكبر من قدرها كبرامج ومسابقات رياضية للترفيه، ما تحتمل هذه الهوشات والمشاكل. جيت عالم أرقام، تقول رقم غلط يأثر في الأسواق، تهت يعني، ما هو في الكتابة، ولكن أني كيف أمسك الطريق. والله جلست حوالي سنة إلين مسكت أول الطريق وسلكت معهم، والحمد لله بسرعة سلكت بعدها. من كان رئيس القسم؟ صالح الزيد، رجل تحملنا كثير جدا، كنا صحفيين مشاغبين ونشطين جدا، نشطين جدا يعني في صحيفة الرياض، يعني مع بداية موجة الأسهم والعقار أغروا كثير من الصحفيين الاقتصاديين المميزين في الصحف الأخرى وجابوهم برواتب عالية من كل الصحف. فكان قسم مشعلل، حتى المعاملة داخل الصحيفة للأقسام، القسم الاقتصادي يختلف عن الأقسام الأخرى، لا في الرواتب لا في طريقة التعامل حتى في الانتدابات. ففعلا كان نخبة، تعلمت منهم الكثير. واستمريت معهم إلين عام 2014، رحل لسه صالح الزيد وجاء بعده كذا كذا شخص، ولكن أنا هنا قلت ستوب، لازم أغير المكان. أنا أبغى أشتغل، مع احترامي لكل الأساتذة اللي كانوا تعلمنا منهم وحبيناهم، ولكن كنت أبغى أشتغل مع شاب، أبغى أجرب صحافة جديدة. وكانت في صحيفة هي التحدي بالنسبة لنا كصحفيين من ناحية الصياغة اللي هي الحياة. صحيح. فكنت أبغى أشتغل مع جميل الثيابي. فكلمته قلت له أنا أبغى أجيكم، هو توقع أنه في مشكلة في جريدة الرياض، رحت له في المكتب قلت ما في ولا مشكلة. هذه لما جت النسخة السعودية 2004 هذا. لا أنا 2014. بعدين. أنا استمريت في جريدة الرياض لين 2014. بس خلاص أبغى أغير. فقال لي أنا ما أقدر أعطيك مثل راتبك اللي كان في جريدة الرياض. قلت أنا ما عندي مشكلة، أنا عندي أوريدي بزنس خاص، أنا أبغى أجرب عمل مختلف. جلست في جريدة الرياض 11 سنة، أبغى أجرب شيء جديد. ترى جريدة الرياض من كبر حجمها كأنك في 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 مكان حكومي. صحيح صحيح.
ولكن الأستاذ تركي السديري لما جلست مع أبو تركي الآن هو رئيس تحرير صحيفة عكاظ قدمت الاستقالة شهرين رافضها رغم أنه كان دائما كان أبو عبد الله تركي السديري الله يرحمه دائما حاطني تحت المجهر ليش تأخرت 5 دقائق ليش تأخرت 10 دقائق لأنه يقول أنتم الصحفيين المميزين ما أبغى منكم أي تهاون اللي متهاون هذا ما عد عجزت عنه أنتم لا تخربون شهرين رفض يقبلها لكن في النهاية اقتنع وقال لي وين رايح قلت رايح شركة قال ما أنت رايح الجريدة قلت لا كذبت لأن لو قال رايح جريدة ما راح يوافق فقبلها وإلى الآن محتفظ فيها الاستقالة حتى طريقتها كانت مختلفة في 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 الصياغة التركي السديري الأب جلست شهرين ورفض يقبلها بعدين رحت الجريدة الحياة جو مختلف طبعا. عالم مختلف سنة ونص استقال جميل الذيابي واستقلت معه وتودعت الصحافة المكتوبة تشبعت ليتك معنا من التأسيس كنا في التأسيس 2004 طيب نستاذنكم ونستاذنك في فاصل ونعود لكم بعد قليل اهلا وسهلا بكم قلب مفتوح فيصل عبد الكريم قلب مفتوح اليوم رحب فيه ورحب في المستمعين والمستمعات اللي يسمعونا على ام بي سي اف ام واللي يشوفونا ويسمعونا على منصه شاهد وايضا على تطبيق ام بي سي راديوز وايضا على حساب ام بي سي اف ام على تويتر وايضا بث فضائي قناه وناسا اتصالاتكم راح نستقبلها في الفواصل المقبله على 011-26-8-4-4-8-8 011-26-8-4-4-8-8 استقال بعد سنة ونص جميل بعدها إيش كان قرارك؟ إيه لأنه أبو تركي كان تتذكر أيضا صاحب نقلته إلى عكاظ ولما طلع الخبر وكذا صار فيه شوي مشاكل هو استقال وأنا استقلت لأنه خلاص تشبعت تشبعت صحفيا ويعني كصحافة مكتوبة وأصلا أوريدي بديت في يعني من 2011 وكذا في تويتر وجاسنا قبلها يعني قبل أترك فوجدت مارست العمل الصحفي فيه مرتاح قيودك أنت اللي تفرضها وترسمها بنفسك ما فيه جهد الكتابة ومزاجية شخص ما فيه معلن سطوة معلن هذا ينزل هذا ما ينزل مرتاح فلقيت نفسي هناك أكثر خصوصا مع المرحلة لأنه والله كنت أسوي مواد قنابل لكن ما عاد في تجاوب مع الصحافة المكتوبة للأمانة يعني من بعد يمكن 2014 خلاص صح تغير الوضع تغير المزاج العام صرت تلقى التجاوب ردود أفعال الناس مباشرة في نفس صحيح. اللحظة صحيح. صرت حر في تنقلاتك مادتك تنقلها بنفس الوقت نعم. يعني تغير الجو جدا غزير طيب. ومفيد خليني يعني أنا بسألك سؤال مهم لشريحة الشباب والشابات اللي هم عندهم ذا الشغف الصحفي المتغير كيف ممكن يكون موجود على منصات التواصل الاجتماعي يقدم محتوى زي اللي تقدمه بس في النهاية هو يبغى يحقق مكاسب مادي يعني أنت لما كنت في الصحيفة تتقاضى نعم. راتب نعم. ذهبت إلى هناك يمكن أنت عندك بزنس خاص متكلم في كل التفاصيل نعم. اللاحقة لكن هذا الشاب اللي اليوم وده يصير فيصل عبد الكريم بس في نفس الوقت يبغى هذه القيم وهذه السقف وهذه المنابر يحقق فائدة الناس ويقدم عمل مهني وأيضا يحقق مكاسب هل هذه المعادلة ممكن تكون؟ شوف أنا ما أقدر أحكم الآن أولا أن تجربتي نجحت لأن أنا عندي رسالة ولا أضمن أنه إحنا جيل محظوظ يمكن بالعكس لأنه جينا على نهاية القوة للصحافة الورقية وإحنا اليوم مع مرحلة السوشيال ميديا فيها متغيرات سريعة فما ندري وين رايحين هل بنلحق أصلا نستمر فيها ولا بتلغينا ويجي غيرنا ما ندري فلكن يعني الإعلامي وتغير الوسيلة الإعلامية ما يفرق المهم المبادئ وشطارة الإعلامي أو الصحافي نفسه الشغف اللي يملكه الصبر الطاقة الذكاء الحس أيضا تعامله مع الناس تكوين علاقات في أشياء كثيرة جدا لابد أنه يكون صبور اليوم طيب. المشكلة ترى الجيل الجديد ما عندهم هذه الصبر في أنه يتعلم أشياء كثيرة تحتاج وقت طويل نعم لأنه هو ليش هو في أحيان
احنا نطالب كذا، بس هو لما يشوف التسارع اللي قاعد يصير ويشوف فكرة النجم صارت ابسط من اي وقت مضى، هذه مشكلة ثانية كمان. يعني ما نقدر واحد يطلع بمقطع صار عنده مليون متابع بكرة. بالضبط. اي يعني عموما انا برجع لك، بس انا يهمني فيصل الليلة، هذا البزنس هل هو بزنس العائلة وانت طورته ولا انت استقلت؟ شقين في، نعم بزنس العائلة وانا طورت واستقليت فيه، وفي شيء لا انا يعني تجارب. طيب سويتها بزنس العائلة على حياة الوالد الله يرحمه، ايش كان؟ كان الله يغفر له يرحمه عنده عدة نشاطات، أهمها في الجوانب الزراعية، وأيضا الأقارب بيشتغلون في المعدات الزراعية وكذا، فكان الجو تجاري. أعمامي وأبوي كانوا أيضا يشتغلون في العقار والأجهزة الكهربائية، فكنا من يومنا صغار أنا وعيال عمي دائما موجودين في المحلات في الجو هذا، في الجو هذا. فما هو غريب علينا، وكلهم الآن الكل يعملون كل واحد في التجارة. عشان كذا حنا مرة كلمنا قلت إن لازم فيصل يشارك، زمان بس قبل مرتين قالوا لي والله يعتذر هو في الصين. أي عندي شركة في الصين. هذه أسستها لحالك أنت؟ أي. عام كم هذه؟ هذه تقريبا لها الآن من 8 سنوات. وش نشاطها؟ متعدد، ومنتجات موجودة في السوق. ما أنا عمري ما سويت إعلانات لنفسي ولا منتجاتي ولا أحب أتكلم عنها، لأنه عشان ما حد يقول يستغل. ولكن لما أنا شفت رحت أول مرة للصين، شفت الناس جايين يشترون بضائع يجيبونها للسوق السعودي، بضائع رديئة. واكتشفت أيضا أنه إحنا مش تجار فعلا، إحنا مجرد وسطاء جالسين نجيب بضاعة، من أكبر تاجر وكيل سيارات إلى أصغر مستورد، وسطاء. ما أضفنا قيمة مضافة لا للبلد ولا للمنتج، نجيبه كما هو، نزله في السوق نبيعه بأضعاف سعره. قلت أنا لا، أنا أبغى أنتج منتجات خاصة فينا إحنا بالجودة اللي إحنا نبيها. فلذلك بعض المنتجات عندنا كهربائية، أنا أول من دخل ضمان 2 سنوات في السوق السعودي قبل لا يفرض من وزارة التجارة. أيضا وجودي في السوق الصيني عطاني خبرة، ولكن سبب لي إحراجات معهم، لأنه اللي أقوله واللي أكتبه أيضا فيه مشاكل. ولكن اكتشفت أنه لا، البضايع اللي تيجي من عندهم ما هي كلها سيئة، في أشياء ممتازة بس ما تيجي عندنا. وأنه المسيطر غالبا على البضايع اللي تيجي للمملكة مش سعوديين. طيب يعني خلي الشركة البزنس الثاني الخاص فيك، هل هو هذا ولا شيء ثاني؟ لا لا، هذا نفس الشيء. طيب عندي اتصال. وبعدين بسألك في هذا الجانب مهم جدا. ألو ألو، مرحبا، السلام عليكم. عرفت الصوت ولا لا؟ لحظة خلني أحط السماعة. عفوا، لا كذا صح. أيوة، السلام عليكم. هلا وسهلا، معنا الأستاذ عبد الله الخريف. أهلا وسهلا. جميل. هلا عبد الله، شكرا لأنك كنت معنا. يعني أول شيء أمسي عليك أخوي علي، ومسي على فيصل، على الأستاذ، المستمعين والمستمعات، والمشاهدين والمشاهدات من كل المنصات. الله يسلمك. تسلم يا عبد الله. أول شيء أنا سعيد صراحة، أنا ترى لا أقل عنكم مفاجأة عن هذا الاتصال، إنه ما جاني إلا بشكل متأخر، وأتوقع أنه مقصودة من المعدين عندك أخوي علي. إيه، إحنا نحب الدهشة. علشان فعلا ما نكون مستعدين ولا نحضر ولا شيء. ادخل لي على السلبيات اللي فيصل غاثك فيش. خذ راحتك. كلنا قلب مفتوح والله. أمري بس يا علي، اسألني وأنا لك. لا قل لي عذاريب فيصل، يعني الأشياء اللي أنت ودك يغيرها. وأنت على طول دخلت كذا. طب إحنا الناس على طول تدخل في. تقول قلب مفتوح. لا أنا صراحة أول شيء ما يخفى على المتابعين، دائما أنا وفيصل يعني دائما يجمعنا سفرات وعمل مشترك، وأحيانا زيارات دائمة، يعني الأشياء دائما تدعم يعني القضايا اللي هو خصوصا فيصل اليوم من فيها، وحنا دائما نتساعد في نشرها. الصراحة فيصل جمعني معاه، بقول لي إيجابيات أنا بعد خلني أذكرها صراحة، في أشياء يعني دائما كل ما أتذكرها تأثر فيني شخصيا. فيصل أحد المرات سافرنا أنا وياه على الصعيد مع رابط عالم إسلامي وهيئة الإغاثة على شكل الأخص. فأثناء هذا السفرة، أثناء هذه السفرة زرنا أماكن يعني فعلا ما توصلها الموية. وكان هدفنا إحنا في ذاك الوقت لننقل للناس جهود الهيئة والصعوبات اللي يعانونها، وفعلا كيف يعيشون الناس هناك.
فأثناء زيارتنا لأحد المنازل اللي ما توصلهم الموية، وإذا كانوا يروحون الموية لازم يضطر أنه الطفل يمشي أكثر من 20,000 كيلو أو 1,000 كيلو أو 100 كيلو حسب القياسات ويجيب الموية. فأثناء ذاك الوقت حنا نجمع التبرعات، فيصل من نفسه قرر أنه يتبرع يعني عنه وعن متابعينه وعن والدته وعن والده على منزل كامل، وتم تنفيذ هذا بنفس الوقت، وعلى طول تم يعني التبرع وتم تنفيذها في تلك اللحظة لأنه كانوا مقاولين موجودين. وبنفس الوقت حتى شفت فيصل كيف خنقات العبرة وهو قاعد يزورهم، يعني حتى ما أنا ما أنا أثناء التغذية أسأل وأسأل كثير لأن دائما أتعلم من فيصل، فما كان يقدر يجاوبني من كذا ما هو متأثر في تلك اللحظة. وبنفس الوقت رحنا على عمان وكنا نجمع يعني فطور للاجئين هناك مع هيئة الإغاثة أيضا وربط العالم الإسلامي، وكنت أسأل فيصل ولا طبعا لابس نظارات شمسية ما أدري إيش قاعد يسوي ما يرد علي، فاكتشفت إنه فيصل يعني خنقته العبرة متأثر. فكثير من الناس يعتقدون إنه فيصل شخص يعني قاسي ولا يرحم والتجار وإلى آخره، لكن في الواقع هو داخله شخص يعني جميل لطيف مؤدب جدا يعني يعطف على الجميع. هذه عاد الإيجابيات، وحنا نحط الإيجابيات كذا الواقعية عشان نحط السلبيات. طيب السلبيات، السلبيات فيصل دائما يظلم، خليني أكون معك صريح، فيصل يظلم إنه شايف نفسه، وهذه فيصل يعني أكثر مرة قلت عنها ترى لما أجلس معاه، فيصل يظلم إنه شايف عمره مغرور. أيه. يا جماعة تراكم غلطانين. أيه. فيصل يعاني من صداع دائم، دائما عنده صداع، ما هذه من الأشياء اللي ما يقولها هو، كان بقولها دائما إنه قال لي خذ راحتك. الله يعطيه الصحة والعافية، دائما تجيه صداع، نوبات صداع. جت نوبات الصداع أي أحد يكلمه ما ينتبه له، فيكون مشغول في العمل المداهمة أو التغطية اللي هو جالس ينقلها للناس أو النصيحة اللي جالس ينقلها للناس. فأثناء هذا الوقت احنا نكون في أماكن عامة، فيجون ناس يصورون معاه ويسألونه أستاذ فيصل، وجايين مرة يعني متشققين يجي دورهم علشان يتكلمون مع فيصل، لأن يكون يعني ناس كثير يسلمون عليه. فلما يجي فيصل يرد عليهم ببرود دون قصد، يعني بدون قصد منه حتى هو ما يدري. لا أشوفهم بعدين يتكلمون من وراء يا اسمعهم، يكون يا أخي انصدمنا منه يا أخي، ما توقعناه كذا شايف نفسه، معقول يعني ما يحترم متابعينه؟ وفي الواقع أنا أدري وش فيصل يعاني من نوبة صداع كان وقتها، ويسلم فرود لأنه مو منتبه لهم. فأحيانا يسلفون معاه، تخيلوا أنا ناقش فيصل أقول فلان ترى سلم عليك أنت ما رديت السلام، يقول والله يا عبد الله ما انتبهت، والله يا عبد الله ما انتبهت. فهذه من الأشياء اللي طيب الناس تعتقد. عبد الله كم بلد سافرتوا سوا؟ والله لو أقول لك أكثر من 15 دولة ما تصدق. ما شاء الله ما شاء الله، يعني رحنا على مصر، رحنا على الأردن، رحنا على حدود سوريا، رحنا على فرنسا، ورحنا على أفريقيا. سافرنا يعني سفريات تبعتها واجد، وترى في بعض يعني تقريبا 70% منها ترى كان فيها نوع من الصدفة، يعني ما كانت مقصودة. وانت أبخص أخوي علي أنه لما تجمع بعض المؤتمرات والندوات يعني في أكثر من مكان تجمعنا، وطبعا وجدة والدمام كلها داخليا وخارجيا. نعم عبد الله، أنا أشكرك على عطائك الجميل صراحة. عبد الله أنا أسميه الترجمان والمؤثر، واللي منفتح على حضارات كثيرة. شكرا لك عبد الله على دورك وعلى مداخلتك، وصراحة لو تخصص قانون وانك عندك يعني مكتب محاماة على ذا المداخلة كان عينتك محامي لي صراحة. ليش؟ لا يعني أنا حس إني جبت العيد. لا بالعكس بالعكس بالعكس، في نقاط مهمة كويس إنك قلتها عن فيصل يعرفونها الناس. شكرا لك عبد الله. الله يسلم. مع السلامة. تعليق عبد الله. آسف. بسيط انكب الشاي. آسف. انكب الشرب علي. أسلم. يلا هذا موقف شخصي، كبت شاهي علي. عبد الله الخريف من ألطف وأجمل الشخصيات اللي ممكن تلتقي فيها بحياتك، من أكثر الناس اللي فعلا استفادوا من معنى ابتعاث، القيمة المضافة لمعنى الابتعاث. الابتعاث ما هو أنك تروح للجامعة وتدرس وجالس مع شباب سعوديين وكبسات وعشاء وبلوت وراجع وما معك إلا نص لغة ومتخرج بالدف وجاي. عبد الله إنسان عنده إرادة، راح أول مرة لأمريكا وفشل ورجع للسعودية، وكان عنده
خجل من أهله وخجل من الناس أنه فشل، راح سنة واحدة جلس يعلم نفسه بنفس اللغة الإنجليزية وراح مرة ثانية ابتعاث ونجح ووصلت شهرته إلى المملكة قبل لا يخلص دراسته. صحيح. اهتماماته في مواضيع البيئة، نقلنا حالة وجو جديد في الترجمة، مقاطع المدروسة المفيدة اللي أثرت في كثير من الناس. وهو ما يبرز ترى كم الرسائل اللي يجيها من الناس اللي استفادوا فعلا من مقاطعه وغير في حياتهم، خصوصا في مقطع مثلا يتكلم عن مشاكل نفسية، مشاكل عائلية. مترجم ممتاز، وأيضا هو ما هو فقط عمله مترجم، هو يختار المقاطع بعناية ويعرف كيف يصيغ العبارات فيها ويطرحها للناس، إضافة لأنه الشخصية متقبل للجميع. وأحب أنا دائما لما نكون في تغطية أن يكون معي عبد الله الخريف، خصوصا خارج المملكة، أولا لأنه حسن المعشر، ورقم اثنين لأنه أعرف مثل ما يقولون أنقل شيء هو ينقل شيء، ما نتداخل في 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 عمل بعض. وعنده حس صحفي عالي جدا جدا، يعني لو تشوف كثير من التغطيات اللي يروح يلتقط أشياء جدا ذكية. وعلى فكرة في كثير من الشباب اللي في السوشيال ميديا عندهم التقاطات وحس صحفي، ترى مبدأ الشهرة هذا اللي أنا عارف أنك بتتكلم عنه، ترى في كثير منهم ما جاء الشهرة من فراغ. نعم صحيح. وعندهم شيء ولكن ينقصهم الموجه، في أنه يكون عندهم شيء مفيد للمجتمع. نعم. لا، عبد الله من الناس اللي نفخر فيهم، وأنا مبسوط أنه وضح بعض النقاط عنك اللي ما يتعلق بالجانب الإنساني وما يتعلق بالمزاج العام، إنه أحيانا تكون الصداع. الصداع وش سالفة الصداع؟ الصداع عاني منه من، وعلى فكرة هو وراثي، أخوي فهد الكبير أيضا نفس الحالة، عاني منه من المراهقة، وجربت كل شيء تتخيله، علاجات في خارج المملكة وداخلها، كل شيء كل شيء، طب شعبي طب أكاديمي، تناسب أحيانا بعض الأدوية ولكن تكون كورسات ثقيلة جدا تتعب المعدة والكلى، وأخذها مثلا لما يكون عندي شغل الآن، لكن فعليا انعكست على المزاج العام أنه ارتحت. يعني ترى ما يعرف صداع التوتري وصداع الشقيقة، هو توتري ترى ما هو لأنه توتر، لا هو بس اسم لافظ كذا. اللي عندهم شقيقة ما حد يعرف ترى معاناتهم، أنك تصحى من النوم وتقول اليوم بيجي الصداع ولا لا، أزمة كبيرة جدا. عندك شغل اليوم، تحاول أنك تاخذ أي دواء مقابل أنه ما يجيك صداع، اليوم عندي مناسبة، عندي لقاء تلفزيوني، عندي شيء، معاناة كبيرة. بس فعلا ما لقيت لها حل؟ زي ما قلت لك في حلول ولكن كلها عبر أدوية جدا ثقيلة، متعبة، مرهقة للجسد، لها انعكاسات أخرى سلبية. طيب أنا برجع الموضوع دخولك عالم السوشيال ميديا، سناب شات تحديدا. طبعا انت ما تقدم محتوى ترفيهي، ناشف في حلوق ذا الحملات ومعهم. نعم. ووراك سيفتي رور. صح. ووراك يعني انا ما ادري وش شريحه جمهورك، ولكن اكيد انه هذا، انه لما انا جيني ردت فعل على اللقاء في شرائح حتى الاعمار نفسها، يعني في ناس عمره 15 و13 يحبون فيصل، وفي ناس أكبر في العمر يحبون فيصل، ويشوفون أنه بوصلة، خلونا نشوف فيصل في هذا الموضوع السوء. أنت لما دخلت كنت منظم ولا بعدين في جهة جتك وعملت لك هذا التنظيم؟ طيب اللي ما يعرفون الناس أنه كنا نطلع جولات المداهمات من أيام الصحافة. طبعا. كنا نطلع مع نفس الأشخاص هذول اللي تشوفونهم الآن معنا في سناب، كانوا معنا في الصحافة، نطلع معهم، بس الأثر ما كان نفس الأثر. ليش؟ لأنه الناس يقرون كلام مكتوب، توصيفك أنت 4-5 صور، ما فيه الحالة نفسها اللي الناس يشوفونها. فلما بدأت أيضا عانيت في إيصال المعلومة للناس، أني أنقل لهم ترى في كذا كذا، أجيب قطع غيار سيارات، أشرح لهم بين المقلد والأصلي، برضو ما كان لها ردة فعل. إلين صار الموضوع التحدي في أحد الأسواق الشهيرة في الرياض، كان فيها غش كبير جدا في الميك اب والعطور، وكان هو توجه البنات خصوصا المشهورات لهذا السوق.
رحت أنا للسوق هذا بنفسي وصورت أقول لهم كل اللي موجود هنا مقلد، والبنات يطلعون يحلفوا لهم أنه أصلي. من المصدق هنا عند خصوصا عند شريحة النساء؟ طبعا هم البنات اللي يتابعونهم. ليش؟ لأنهم يحبونهم أكثر من طبعا مثل شخص يقدم مادة مثلي، لأنه هذه تعرض يوميات وهذه مادة محبوبة للناس. صحيح. يعني هم عندهم فانس. أنا ما عندي، أنا عندي ناس يتابعوني لغرض معين. إلين تواصلت مع وزارة التجارة، قلت لهم يا جماعة شوفوا حل الكذب هذا. قالوا حنا 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 دائما نروح بس ما تلقى صدى. طيب خلاص أبروح معكم، أبصوره في سناب، طالما هم منصتهم سناب أنا بارد في سناب. لما صورنا يا علي ذيك الليلة أذكرها، ترى نزلتها قبل يومين، إنه مر عليها 3 سنوات نفس الحملة. ما تتوقع إيش صار هذيك الليلة في البلد. كل المشهورات جابوا المصحف ويحلفون إني ما كنت أدري، وما مع إنه كنا ننصحهم قبل، نقول ترى مو هذا المجال اللي أنتم تعلنون فيه، ترى ما هو هذا قطع رزق، وقفوا هذا كله مغشوش ومقلد، احموا أنفسكم، اطلبوا من أصحاب المحلات أوراق تثبت إنه أصلي قبل لا تعلنون. ما يسمعوا الكلام. فبدأت حرب معهم، حرب معهم ما فيها عاطفة، حرب العقل طبعا. وهم يستغلون العاطفة والدموع والبكاء، والناس يجون يهاجمونك يا فيصل. لازم أنك برضه تستمر في مبدأ العقل، لأنه اللي جالس يطلع معك رجال دولة والمتحدثين الرسميين. فأفصلوا يا ناس بين العقل، هم من اللي جالس يبيع لهم أو من جالسين يروجون له عمالة متستر عليها. أنا جالس أرافق مين؟ جالس أرافق رجال دولة ثابت بوجود وزارة التجارة، والمنتج مغشوش ومقلد، والخطر الأكبر فيه المواد السمية العالية اللي موجودة فيه بحكم أنه مقلد. يعني الحين الفاشينيستات يكرهونك؟ والله ما أدري ولا يهموني بصراحة، ما يهموني، لأنه مجالهم بعيد عن مجالي. لكن لا تكذبون على ناس، أنا لست ضد الإعلانات. يقول لك بعد العداوة محبة. لست ضد، لا لا لا، لا يحبوني لكن لا يعلنون شيء مغشوش. طيب احنا راح نتكلم عن تهديدات بالقتل في هذا المشوار، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بكم من جديد. فيصل عبد الكريم قلب مفتوح اليوم، هلا وسهلا فيك ابو عبد الله. ارحب بالمستمعين والمستمعات على ام بي سي اف ام وعلى منصه شاهد وتطبيق ام بي سي راديوز، وايضا حساباتنا على تويتر وقناه وناسه كبث فضائي. نستقبل اتصالاتنا على 011-26-8-4-4-8-8. تهديد بالقتل والمحاولات، حدثني عن هذه القصة. يعني تعرف دائما خصوصا في البدايات، أولا الشريحة اللي كانت تتابع الصحافة وشغل الصحافة وأمور المستهلك الصحافة، تعرف فئة محددة. لكن لما صارت الضجة في موضوع سناب وبدأت الحملات، هذا جديد على الناس وجديد على المجتمع، أنه كاميرات تتنقل تنقل لهم الأشياء المغشوشة، وانصدموا أنه في أشياء كثيرة مغشوشة. وعلى فكرة بس أخذها بجزئية على عجالة، قبل كنا نطلب وزارة التجارة أو غيرهم، نجلس 3 أسابيع لين يجينا الرد يلا رافقونا. مع الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه، الله يحفظه طول عمره، الباب مفتوح للجميع، حتى المبلغ أحيانا يروح مع الجهات الحكومية يشوف البلاغ وش سووا فيه. ما عاد في شيء مسكر، ما عاد في شيء مغلق. ليش؟ لأنه عند الدولة إيمان تام أنها راح تقضي على هالممارسات، وأنه في فوائد أنه تظهر هالممارسات للناس. فصرت تتنقل الناس يشوفون كذا. هذول المخالفين ما هم عارفين في البداية وش جالس يصير، تعودوا للأسف سنوات طويلة في متستر عليهم، أو المتستر نفسه بأنجهيته يمررون رسائل في تويتر، حسابات مزيفة، ولا رسائل كانت تجي في سناب أنه راح نفعل راح نسوي، دلينا بيتك، عرفنا. احنا في دولة محكومة بالقانون، والحمد لله ما حد يقدر يجيك. او لكن الناس كانوا يشوفون في تويتر وغيرها الرسائل هذه اللي تجي وتغلق الحسابات، لكن صدقني ما التفت لها ولا تهمني. طيب التهديد بالقتل جاك تهديد واضح؟ اقول لك جاء في السوشيال ميديا محاولات، حد جاك للبيت، حد ما ابي اتكلم عنها، لكن صدقني مهمه. هو طيب الان ما تحصل، تتعامل معه، تبلغ الجهات المعنية؟ طبعا طبعا، بس الان ما تحصل.
الآن ما تحصل. طيب. أبدا الحين أنت لما يزيد على الجمهور والتأثير، هل تستمر على عمل فردي ولا تحوله إلى عمل مؤسسي؟ طيب أنا خلني بشرح لك شيء. في ناس يقولون من وين طلعنا هذا؟ حتى بعض المشاهير اللي كانوا يعلنون غلط ما كانوا يعرفونك قبل، ما كانوا يدرون أنت مين أصلا. طلعت لهم فجأة واحد يكذبهم وكذا، فهذا بيصعد على أكتافنا هذا. بعدين مع الأيام هذول جالسين يسوون شو الجهات الحكومية، مع الأيام بدأت تتغير النظرة سواء أيضا للسلب أو للإيجاب. في من جلس يمرر يقول والله فيصل موظف في وزارة التجارة، لا ما هو موظف، مشهور بس ياخذ فلوس. عرفت نظرة التشكيك هذه. لما تقول لا أنا ماني موظف وأنا ما أخذ فلوس، وش تستفيد؟ عرفت يدخلون عاد في موضوع النوايا، وش تستفيد؟ والله أنا هذه قضيتي من 10 سنوات وشايلها على كتفي، أحب هذه القضية وعندي شغف فيها. في ناس لا يمكن يخلونك، يدخلون في النوايا وليش وليش. من البداية كنت أقول لهم هذا العمل سيستمر لنا اليوم 3 سنوات، يمكن رحت 500 مداهمة ما. طيب. وقفنا. لا خليني بس أنا موضوع المكاسب بأجله شوي، لكن لما أقول عمل مؤسس اليوم، فيصل عندك فريق أنت ولا لحالك؟ لا فريق صغير. فريق كم فريق عددهم؟ صغير. ما يتجاوز 3 أشخاص. طيب الآن الناس لما يشوفون مثل المداهمات، هل هي يكلمونك التجارة يقول عندنا مداهمة، ولا أنت تقول لهم يا جماعة أنا لقيت شيء وتبلغ وبعدين تروحون تداهمون، ولا الاثنين مع بعض؟ كلها ترى. في على فكرة كثير من الناس، وأنا ما قد تكلمت فيها، كثير من البلاغات اللي نحضرها أنا اللي مبلغ، أنه يجيني عن طريق ناس. بس في الآونة الأخيرة لا، يعني صرت ما عاد أقدر أتعامل مع الناس كفرد. يعني أنا أحب أفزع للناس وأحب، بس لما يجيك في اليوم 200-300 اتصال طبعا، وناس يقول لك لا احنا بنبلغك، انا ما فرد لا يجوز قانونا ان تستقبل بلاغات. لا وحط في بالك ان في كمان اشياء كيدية تضيع وقتك. اي فلا يجوز ان تستقبل بلاغات كفرد. الحكومة حاطة مراكز استقبال بلاغات بمئات الملايين. طيب خليني بس انا اقول بس السؤال، انت جيت على المكاسب، وش تستفيد؟ انت قلت قضية لها 10 سنوات. نعم. في ناس يقول لك، وانا باك تكون شفاف معي اليوم. نعم. في ناس يقول لك لا صادق فيصل عبد الكريم هذه قضيته 10 سنوات، هو يسوي هذا الشيء قناعة شخصية وهو في خير، ولا أخذ ولا فلس من وزارة التجارة على هذا الشيء. نعم. يقول هذا صحيح، لكن يقول لك أيضا شهرة فيصل جابت له نتائج إيجابية أخرى في السوشيال ميديا، أنه أنت تأخذ مقابل على حملات أخرى لجهات معينة، تعلن لجهات معينة، تعلن لمنتجات معينة برا هذا الموضوع، وهذه فيها مداخيل لا تتناقض مع هدفك الرئيسي. طيب أنا في السناب قبل لا أبدأ مع وزارة التجارة كنت أسوي إعلانات كثيرة. بعد ما بدينا صرت أتجنب الإعلانات. الإعلان ما هو شيء عيب ولا هو شيء غلط. أصلا الإعلان يعني أنت كيف توصل لمنتج بدون إعلان؟ ما تقدر. ولكن إحنا أنا اللي بديت وحركت المياه الراكدة ضد، وما أحب أكرر كثير كلمة، لكن لأني في جانب دفاعي الآن، حركت المياه الراكدة ضد الإعلانات المضللة. حرام أنه تكذب على الناس، ما يجوز. يعني للأسف حتى في ناس، يعني جيت أنا وحاربت الإعلانات المضللة، جو ناس قفزوا على القضية وبدوا أنا يضموني مع الآخرين. أنا اللي بديت القضية ضدهم وبديت الحرب. وصاروا اليوم هاللي حاربناهم يعلنون إعلانات أفضل وإعلانات صادقة ويتحرزون. أعداء الأمس صار بعضهم يتواصل معي يقول لي طيب. فيصل شلون أعلم بشكل جيد؟ المكاسب ما خفيك، الشهرة مكسب، هذا رزق من رب العالمين. نعم. ما اللي بيقعد يقول لك أنا وأنا هذا كذاب. نعم. شهرة مكسب، معرفة الناس مكسب، علاقات عامة مكسب، إعلانات أنا ما يشوفون عندي يمكن إعلان إلا في 6 شهور مرة، أقدر أعلن في اليوم 10 إعلانات وبمبالغ لا يصلها أي شخص آخر، بس ما أعلن لأنه عندي اشتراطات، إذا ارتقيت ووصلت لها راح أعلن لك. ما يقدر يصلها. طيب شو اسوي؟ انا اتكلم عن امور. طيب. مستهلك ما استغل لانه هذه يعني مهمه جدا. بس لا حملات ولا جهات اخرى، لا صح على هيئه غذاء دواء، لا وزاره التجاره، ولا احد طلعت معه واخذت فلوس. طيب. ابدا. وحتى الرحلات هذه الخارجيه ابدا. ابدا. طيب. نطلع عمل اعلامي يقول لك تعال نبي نتكفل فيك تذكره والسكن. طيب فقط. خليني اخذ نبدا ناخذ اتصالات الناس، طولنا عليهم. تفضل. هلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ معي ثاني الشمري يا ابو سعد. هلا يا هاني، هلا وغلا، تفضل. ثاني هلا يا ثاني، هلا وسهلا فيك.
هلا بك. اولا مساعد برنامجك ناجح بما تعنيه الكلمه ويعجز الوصف عنه. الله يسلمك، تسلم. وثانيا استاذ فيصل عبد الكريم، حياك الله، ناجح. تسلم، هلا، الله يحييك. وليس له مثيل في وطنيته وحبه للوطن. وعندي سؤالين للاستاذ فيصل. تفضل. السؤال الاول، ايش هو اصعب موقف مر عليك في جولاتك؟ اوكي. الثاني، والسؤال الثاني، هل سوف تفرض رقابة مشددة على الطلبات الأونلاين بشكل عام؟ كيف؟ لا، وضحنا ذا النقطة بس. أنا فهمت. يعني طلبات الأونلاين، يعني جيت أطلب من أي موقع عندنا في السعودية اللي يستقبلون الطلبات. في بعض المنتجات تكون مقلدة، لكن ما عليها رقابة. طيب. زي الجولات اللي يخوضها أستاذ فيصل، يعني مين ملموسة عندهم؟ طيب، أوكي. كيف؟ يبغى هل سوف تفرض؟ أيوه. أكيد بيطلبهم فيصل أونلاين ومقلبهم. طيب، شكرا يا ثاني، راح نجاوب على سألتك. عطنا اتصال الثاني بعد. شكرا لك ثاني الشمري. ناخذ الاتصال. ألو. ألو. هلا وسهلا، من معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير أخوي علي، كيف حالك؟ ساك طيب؟ بخير الله يسلمك، هلا وغلا. الشهر مبارك لنا وعليكم إن شاء الله. عليك إن شاء الله حبيبي، من معنا؟ ونشكرك على البرنامج، معك راكان من الرياض. ونعم يا راكان، الشكر لكم يا أخوي، بالعكس، تفضل. ونشكرك على البرنامج هذا وعلى جميع البرامج اللي تقدمها بما يصب في مصلحة المواطن قبل كل شيء. الله يسلمك، تسلم. وعندي ودي أسلم على الأخ فيصل. حياك الله راكان. بقولها له. يا هلا وسهلا، الله يطول عمرك، يا هلا وسهلا. أول شيء، أنت زي ما قال الأمير نايف رحمة الله عليه، رجل الأمن هو المواطن السعودي. نعم. نعم. عرفت مني. وأنت أساسا من جالس شيء حساب لك شخصي ولا شيء، أنا أتابعك يوميا، أنت جالس تدافع عن هذا الوطن بما يعنيه الكلمة، سواء أبوا أو رفضوا أو شاءوا. نعم. عرفت. فاستمر. وكل الشعب السعودي وكل شخص يخاف الله سبحانه وتعالى بيشدد على يدك وبيكون معك بمشيئة الله. وولاة الأمر الله يحفظهم إن شاء الله، ما حطوا في المكان هذا وسمحوا لك بالشيء هذا إلا أنهم رأوا الشيء هذا فيك، ورأوا أن الشيء هذا جدا يصب في مصلحة المواطن قبل كل شيء. شكرا. السؤال اللي بسألك يا أخوي فيصل، سؤال بس. أنا صاحب منشأة ويجوني ناس أتعامل معهم وعلى بضائع وهذا زي كذا، طبعا الشخص لازم يكون حديث عشان يستمر رزقه، صح ولا لا؟ نعم. الان بعضهم عندهم تصاريح مزوره، كيف انا اقدر ابلغ عن الشيء هذا؟ طيب، ابشر. اوكي، ضروري، هذه ضروري. شكرا يا راكان، شكرا. تحياتي. طيب. لكم. شكرا. شكرا. ما لا، خلي الاجر يتصل شوي، خلينا نجاوب على ثاني وراكان. سمعت ثاني عنده اصعب موقف والطلبات الاونلاين. نعم. والله المواقف الصعبه كثيره، يعني الناس يشوفون هالخمس دقائق السنابات، ما يدرون قبلها كم ساعه وش في حصل قبل وش يحصل بعد. وعلى فكره في ناس كثير، يعني انا خلني ابى اسال هالسؤال واجاوبه، في ناس يقولون يا اخي هل التغطيات المداهمات هذه تخوفنا؟ لا، ما تخوف، بالعكس، هذه تبعث على الاطمئنان. اشبهها في غرفه جالس انت تنظفها، لما تلقى هنا شعره وتلقى هنا شيء وانت جالس تنظفه، ما يعني انه كل الغرفه قذره، لا، انت عندك اشياء بسيطه لانها قليله قادر انك تسيطر عليها عكس دول اخرى. غير كذا المتلاعب، وكلهم يتابعوني، كثير منهم يخافون الان، وكثير منهم تركوا البلد وراحوا. في متسترين عرفوا وش حجم غلطهم. واحدة من المداهمات، واحد في وسط الرياض عنده 37 محل للإطارات المستعملة، تغطية واحدة أو مداهمة واحدة أغلق 37 محل متستر عليها، ألغى الرخص، متخيل؟ فيصير فيه وعي لدى الناس بالإبلاغ، عرفت؟ ترى ما يسوي المداهمات ويعرضها، وهذه إلا السعودية، كندا، أمريكا، دول بسيطة بس اللي عندها ثقة بنفسها وعندها شفافية عالية. حتى مستويات الشفافية اللي جالسين يصنفون فيها المملكة الآن، والله إنهم ظالمين. إحنا لابد من أول خمس دول في العالم. فاللي يصير قبلها ما حد يعرفه، ولا يهم الناس إنهم يعرفونه. لأني ماني جالس أزايد عليهم في قضية، ما حد قال لي اطلع يا فيصل. أنا رايح بنفسي. طيب، طلبات الأونلاين. طلبات الأونلاين لنا سنتين ونحن نخوض حرب ضد بعض الشركات. ليش؟ لأنه في كثير من المواقع صاير مثل
مثل البسطة أو سوق حراج، مو بحراج الموقع يعني، يجون الناس يعرضون في بضايعهم، فكنا نقول لهم من كثير من عارضين البضايع عندكم بضايع مقلدة، ينفون هذا الشيء ويكتب لك أنه نقر بأنه البضايع الموجودة عندنا في الموقع أصلية. رحنا سوينا لهم تجربة أنا وشباب تجار، سويناها وطلبنا بضاعة وجت مقلدة. فوزارة التجارة أعتقد كل المواقع الأونلاين اللي عليها الكلام استدعتهم وخذت عليهم تعهدات في مواقع حجبت في المملكة لأنه تلاعبهم وغشهم. ولازم نقول أنه سوق جديد يبغى له سنوات طبعاً هو تنظيم وترتيب. نعم. المهم أن الإنسان كيف يحمي نفسه طيب. ويعرف من وين يشتري. راكان يتكلم عن التصاريح المزورة طبعا، في يبلغ الشرطة أو كلنا أمن، تطبيق كلنا أمن يصور ممكن تصاريح أو يبلغ عنها مع الأشخاص ويقدم بلغ فيها مباشرة الجهة الأمنية. طيب. حتى على فكرة موضوع التباعد الاجتماعي للجهات الأمنية، بعض الناس يقول أبلغ مين؟ برضه تتصل على الشرطة أو كلنا لما تشوف مكان مزدحم. نعم. أو تبلغ بتطبيق كلنا. طيب. أمن. خلني برجع معك بس وبعدها بناخذ اتصالات. المعركة أو الصراع أو اللي صار بين الإعلام التقليدي أو الصحفيين والإعلاميين اللي عندهم كرير وتاريخ طويل ذا، وبين المؤثرين في مواقع التواصل سناب تحديد، أنت وينك يا فيصل من القصة؟ أنا حالة خاصة ويمكن أخوي أيضا سامي الشيباني سناب الأمني. نعم. هو أيضا إعلامي قديم. نعم. أيضا حالة خاصة لأنه إحنا نقوم بتغطيات. طبعا في ناس كثير يجون وأنا شوف دائما أدخلك في موضوع على موضوع لأني أخاف أن أنساها. في ناس كثير يجون يقولون شو معنى فيصل أو شو معنى سامي مثلا. أنا كفيصل دعيت في جولات رقابية أكثر من 20 مشهور تعالوا وجو. في ناس استغل حتى حضورهم في الرياض، زميلكم الله يمسيه بالخير أخوي وحبيبي حمود الفايز مرة كان في الرياض. نعم. قلت حمود في الرياض، قال لي وصلت اليوم، قلت تعال عندنا مداهمة. عرفت؟ أنا أبغاها تنتشر على أكبر وأوسع نطاق، توصل لكل شرائح المجتمع الفوائد الكلام اللي فيها. فما هي حكرة فيصل، لكن ما يتحملون، ما هي مجالهم. في واحد في إعلامي يجلس في الملعب 10 ساعات عنده شغف، أنا ما أقدر الحين أجلس، لا أنت ولا أبو سعد نجلس 10 ساعات في الملعب ننتظر مباراة، صح ولا لا؟ صحيح. كل واحد وشغفه. يعني أنت السياق نفسه وين يأخذك؟ الآن أخذنا للسوشيال ميديا، ولكن الإعلام هو محتوى دائما هو البطل. بس أنا حز في خاطري كثير المشاكل اللي صارت مؤخرا والهجوم اللي صار والتلاس، حتى أني كتبت تغريدتين قلت يا جماعة أنا أحب هذولي وأحب هذولي، حبا بالله حبا بالوطن، ما هو وقته أنه يصير الملاسم في هذا الوقت وفي وقت كورونا، خلنا نخصص الوقت للوطن لتوعية الناس، لأنه المشاهير وبدول يردون، يعني صارت الموضوع مخجل بصراحة. أبعطيك أشياء. لا هو أنا بخليك كم، بس أنا كرأي دائما شوف ترى دائما في الحياة مماحكات وفي تراشق، يعني الإعلام التقليدي هو أعتقد إن صبر لما جاي يتكلم هو بناها على مواقف لا يجب إنه تصدر من أي واحد يحب ذا البلد، يعني الدفاع عن الوطن ولا في قضايا ولا في الأزمات هذه أنت تطوع مجانا، وإن صار مطلوب منك أو تقدر تدفع ادفع. الناس اليوم اللي ما عجبني في القصة كلها إنه صار في اتهام وصار في متهمين، ولكن ترى في جهات حكومية يجب أن تسأل في هذا الموضوع إنهم هم عليهم مسؤولية إنهم أتوا بهذول الناس ليش ودفعوا لهم وفي حملات، وفي النهاية عوقبوا ذولا والجهات الحكومية برأت نفسها. طيب أنا بجاوبك. هم ما حد عوقب لأنه استدعت الجهات الحكومية شارك معها على فكرة يعني أو أنه مخذوا، لأنه كل اللي طلع في وقت كورونا ما حد أخذ فلوس منهم وأنا ماني بدافع عنهم. شوف ركز يا أبو سعد، أنا أتكلم بالإنصاف. شوف لابد أن نعرف أن الإعلاميين لهم احترامهم، مهما كنت يا مشهور في السوشيال ميديا مشهور يجب أن تحترم هؤلاء بإمكاناتهم بخبرتهم بأدواتهم الإعلامية. مسألة أنه ما ظهروا وأبرزوا في السوشيال ميديا لكن يبقى لهم مكانتهم، هم أيضا الإعلاميين عليهم دور أنهم كانوا يبرزون أنفسهم في كثير حالات. صحيح. حتى كبار سن انجحوا في السوشيال. عبد الرحمن راشد
رجل لامع جدا في السوشيال ميديا هو كبير في السن لكن عرف يتعامل معها بذكاء. زعل منك أبو حمد كبير في السن. لا كبير لا كبير لا لا الحين لا ذكروا الرعيل الأول ذكروا معهم. عندك أيضا يعني هم عليهم دور أنهم برضه يستغلون السوشيال ميديا في نقل وكيف ينقلون أدواتهم للناس وما يملكونه للناس. ولكن أيضا لا ننسى أنه الصحف كانت تعتمد على وسائل الإعلام ولا لا؟ يعني خلنا نتكلم بعقل الآن أبو سعد، لو أنا مسؤول في وزارة ما والكلام هذا في عام 1418 أنا كقسم علاقات عامة وإعلام مش كنت أعتمد عليه؟ على تلفزيون، على إذاعة، مجلات وعلى صحف. هذا الكلام خطأ؟ ما هو فين في خطأ؟ أنا مهمتي أني أوصل لأكبر شريحة من الناس، أوصل لهم خدماتي ومنتجاتي وأخباري. فتنزل في التلفزيون حتى أخبار القيادة في البلد، الملك، ولي العهد، الوزراء، كلها تنزل في الصحف. الصحف، وخلني أنا اشتغلت في الصحف وأنا عارف هذا الشيء، الملاحق لما يروح الوزراء إلى مناطق أخرى تلقاه ملحق مع الجريدة، هذا مدفوع، ما كان فري طبعاً. هذا 400-500 ألف يدفع في إعلانات، يعني لما رايح وزير كذا للمنطقة كذا أهل المنطقة يسوون إعلانات وكذا ويأخذون مقابلة. بس هذا كان معروف إنه إعلان، حتى ببعض الصحف كانت تكتب إعلان تحريري. هذه مجلة مؤخرا ما جاء قبل ما كم، ولا يعني شيء، ما هو عيب. حنا كنا نأخذ رواتبنا من قيمة الإعلانات. اليوم برز عندنا السوشيال ميديا وصار في ناس عندهم ملايين المتابعين. طيب هل أقول هذولي موجودين لا يرتقون لي وبالتالي أمنعهم أو أنا كذا صح؟ أو ليش ما خليهم يرتقون معي أيضا؟ البلد بحاجتهم. اليوم أمريكا تستخدم مشاهير، الأوروبا تستخدمهم، الصين في الأزمة أكبر سلاح لها كان مشاهيرها في الصين. حنا لأنه ما نعرف ترى مشاهير الصين لأنهم يستخدمون برامج أخرى، لكن كانوا أكبر أسلحتهم هم مشاهيرهم في إيصال المعلومة للناس. حتى في التضليل الصين ما أبي أعدتهم لأن أنا ما أحب الصين، مو ما أحبهم يعني، ما نبي ندخل في الموضوع، لكن يعني لهم كل الاحترام، ولكن استخدموا مشاهيرهم ومؤثرينهم بطريقة فاعلة. أمريكا استخدمتهم في هذه الأزمة. فأنا لما أجي كجهة حكومية وأبي أوصل منتج للناس وأبي أوصل حاجة، أنا كنت في ذيك الأيام أوصلها عبر الصحف بفلوس، ما يعني ما كانت فري أيضا. الصحف كيش كانت تأخذ من الدولة ذيك الأيام دعم سنوي مليون ريال واحد، كانت أرباحها 300-400 مليون. من وين؟ نص الإعلانات كانت جهات حكومية. عرفت؟ ويأخذون الجهة الحكومية. أنا على أساس لا يبان أني أنا ضد، أنا عارف عارف إيش قصدك. أنا بس ليش ما يكون لها يعني قانون واضح، يعني لها معايير واضحة، حتى ما حتى الجهة المعنية لما تطلب فلان، يعني مثلا ليش أنت ما عليك خلاف مثلا؟ تركم الناس اللي مثلا عندهم تنافس معك ولا غير، موضوع آخر، لكن ليش مثلا انت معي خلاف وهذا اللي يستشهدون فيك وهذا اللي، لانك انت عندك الثنتين. يعني عندك المحتوى واضح دقيق، لكن الناس عتبهم على احد، على فاشينيستا تتكلم عن ميك اب، عن كذا فجاه تتكلم عن منظومها مثلا صحيه بشكل يوحي للمتلقي انه في تخصص. للامانه خلينا نتكلم بصراحه عاد، لانه زودوها طلع احد اصلا من هالعينه هذه جو، وحنا لمنا جهات حكوميه لما جابت فاشينيستا ولا احد. يعني ترى حالات فرديه، طلع شباب نعم، وفي واحد منهم انا اقول انه اخطا في التصوير. وعلى فكرة كثير من المشاهير أذكي يرفضون مثل العمل اللي يقدمه أنا وسامي، لأنه غلطة واحدة تسبب لك كوارث طبعا. فيهربون من هذا العمل. لكن لما تيجي جهة حكومية عندها منتج جديد تبي توصله للناس، كيف توصله لهم؟ أنا أسأل كيف توصله لهم اليوم الناس؟ خلنا نتكلم بصراحة، ما يقرون جرائد. الجيل الجديد كله ما يفتح تلفزيون، خلنا نتكلم صراحة، يفتحون شاهد، نتفليكس، يوتيوب، لكن ما يفتحون تلفزيون. أنا كيف أوصل لهم؟ أصلاً لما يقولون، لما يجي البعض يقول هذا فشل من الجهات الحكومية أنها ما عرفت هي تسوق نفسها في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا مختلف، كيف تسوق نفسك؟ خلنا أنا ما يعني ما أثني سناب وزارة التجارة كيف نعرف؟ فيصل هو اللي أعلن كذا مرة.
هيئة الغذاء والدواء. أنا أخذت عليه مقابل. لا مجانا. لتقول أعلنت للإعلان. إعلان يا أخي كلمة إعلان. إعلان مدفوع إعلان غير مدفوع. أنا ما أخذت من الجهات الحكومية ولا ريال. طيب. كيف يوصلون؟ ما يقدرون يوصلون لعبر السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اليوم جزء كبير من حياتنا. أنا أسأل كل من يسمعنا ويشاهدنا. طيب. لو انقطع السوشيال ميديا اليوم. لو انقطع النت لمدة 24 ساعة. شو راح يسوي الناس اليوم؟ ما تقدر تعيش. طيب سناب وزير الداخلية ينطبق على نفس الشيء. سامي كان له دور مثلا. ما أدري. لكن أعلنوا عنها المشاهير. أنا واحد من أعلنوا عنه وطلب مني طيب. منهم خليني أسألك. أعلن عنه. إحنا أنا طبعا شوف في 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 اللي قاعد يصير أي شيء يجي. في البداية أي شيء جديد يكون في فوضى بعدين يتنظم. نعم. أنا أعتقد الآن المشاهير صاروا يكتبون إذا إعلان يقول لك. نعم. إيه؟ هذا أنا اللي طلبت فيها إيه؟ ترى من البداية. هذا مهم جدا. إيه؟ أعتقد الآن في ضرائب ما أدري. في ضرائب إيه؟ لها سنة ونص الناس إيه؟ ما يدرون عنها. إيه؟ نعم. هذا أيضا مهم إيه؟ جدا وينظم حتى السوق وهذا تطور يعني ما فيك تصارع يمكن تماشى معاه تخلق فكرة سباقة غيره موضوع آخر المجال مفتوح للجميع لكن بصراحة من الجهة اللي عندها وعي بالمتغيرات وعنده قدرة على تسويق نفسها مع المعطيات الجديدة ما تقدر تسوق نفسك بدون مشاهير سوشيال ميديا لا اللي عرفت تتعامل مع المعطيات المشاهير المواقع الوزارة حتى بغض النظر عن أدائها هل هو أدائها جيد ولا بس تسويق نفسها وزارة التجارة سوقت نفسها بشكل ممتاز وزارة الصحة أيضا بشكل جدا ممتاز في 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 يعني في عديد من برامج الرؤية عرفت تسوق نفسها بشكل لكن كله بوجود الإعلاميين والسوشيال ميديا طيب. الاثنين يا جماعة ترى هذا ما هو ضد هذا الإعلامي المشهور ليس إعلامي ولكن الإعلامي يستطيع أن يصير من مشاهير السوشيال ميديا خل البلد يستفيد من الاثنين لكن احنا اليوم انا اقولها بمنتهى الصراحة انه مثلا البنات المشهورات ما عندنا بنات إلى اليوم كثير أنا شايف أنه يقدرون يطلعون تغطيات ثقيلة ما في أنا أعتمد عليهم في سفريات وروحات وجيات يوصلونه للنساء طيب. أنا إلى الآن ما عندي أنا لذلك أقول لابد أنه يأخذون دورات أولا طالبنا بخليك تكمل سم وعبد الله عدوك سم في عندي اتصال مهم وغالي جدا سم من شخصية لها جماهيرية كبيرة ولكن بعيد عن تخصصك نعم يعني ولكن هو محب لك معنا شاعرنا الكبير علي بن حمري هلا وسهلا هلا ومرحبا هلا ابو سعد شلونك طال عمرك طاب لونك ابو فواز يا هلا وغلا الله يحييك حالك شلونك يا فيصل يا هلا والله وسهلا يا مرحبا انا باختصار بقول شيء بين قوسين سم يعني عشان ما اضيع عليكم وقت انا ادري ان محبين فيصل كثير سلم طول عمرك مو هو بشرط ان المشهور مذكور مو بشرط ان المشهور يكون مذكور يعني تقدر تكون مشهور بس ما تقدر تكون انك في الذاكره نعم فيصل يشفع له اللي قبل واللي بعد ولد صايع يحب منطقته يحب دولته ورجال ما في عنصريه وهذا اللي خلاه كل الناس تحبه عرفت ولا لا ومدعوم صح مدعوم على حق مو مدعوم على باطل نعم مدعوم لانه يخدم وطنه شيء ثاني المشاهير مو بكل مشهور حتى كلامه عن النساء انها دورات صح انا معه واتفق معه 100% يعني تقدر تصير الحين مثلا الاعلامي والشاعر والمنشد ما لها قبول وتسميه تقدر تصير بكره يعلق لي واحد يجي يمسك ميكروفون يقول انا اعلامي مو كل اعلامي الاعلامي فيما يخدم الدوله الاعلامي فيما يخدم الوطن الاعلامي فيما يخدم نفس المنطقه هذا الاعلامي الصدق كل من علق وحده يعني فيصل نحبك يحبونك الناس كلهم الله يزيدك محبة الله يطول عمرك وأنا ترى حبيتك من محبة شخص لك يحمل لك حب عظيم بندر بن عوير ما يحتاج أنا أحبك بعد يا أبوي أنا أحبك الله يرضى عليك ويرحم والديك ويوفقك ويحول عليك من كل شر أبو سعد دائما تقاءاتها مثل الجواهر الله يطول عمرك جعلكم ما تشوفون شر سامحوني على ولا يجيك لا اتصال غالي يا أبو فواز ويضيف لنا ويعتز فيه ونفتخر الله يا أبو سعد قول يا الله أن الله يكثر من جزكم يا اثنين يطول عمرك يطول عمرك ما عليك زود يا أبو فواز شكرا شكرا على الاتصال أبو فواز محب ووطني أحب شعره أنا وللأمانة دائم يعني تكلم عنك بكل محبة الله يطول لأنه فعلا قاعد تسويه مو بسهل فيصل والدليل محبة الناس من شرائح مختلفة
علي أشكرك بفواز على اتصالك، وترى أنت يعني وقال كلمة مهمة، راعي مكان يعني قال كلمة مهمة. قال فيصل ما هو عنصري. للأسف بعض الأخوة المقيمين وبعض أيضا الأخوان السعوديين فاهمين الرسالة غلط، فيقولون فيصل عنصري، لأنه ما احنا عنصريين. والله العظيم نكن للجميع المحبة، ولكن أنا أقول لو أنا رحت لأي دولة عربية وجيت أنافسهم تجاريا بطريقة غير نظامية ما راح يسمحوا لي طبعا. فما بالك لو أبيع شيء مغشوش ومقلد. احنا ما نقول كل الأخوان المقيمين، ولكن الطريقة التجارية الصحيحة لها نظام في المملكة الآن، صار فيه إقامة مميزة، وأيضا عندك هيئة الاستثمار تقدر تصير أنت كفيل في المملكة العربية السعودية طبعا. لكن أنك تعمل تحت غطاء واحد جشع متستر وتبيع لي فوقها مغشوش ومقلد، هذه أنا لو أروح في بلدك وأسوي كذا قطعتني 60 قطعة زين ولا لا، ورميت لحمي ليوحوش البراري أيضا. ترى ودائما أكررها كل يوم، أن كثير من الأخوان المقيمين يبلغون عن مخالفات. ليش؟ لأنهم هم اللي يسكنون في الأحياء اللي فيها مخالفات، فكثير منهم يحب المملكة طبعا. خصوصا يعني أنا والله قيلت لي كثيرا، لأني أقابل كثير من المبلغين، ترى دائما أنا أشوفهم في المداهمات لكن ما أصورهم حفاظا على صحة، سواء سعودي أو غيره، فيجون أحيانا يستعينون فيهم أسئلة وأجوبة وشهادة، فيقول يا أخي من بعد ما قالت السعودية أنا عالج المقيم زي المواطن، والله العظيم أني مستعد أفديها بأي شيء، أقسم بالله جميل وأشهد جميل في هذه الليلة صادق. أنها قيلت أكثر من مرة في هالفترة هذه. هذه جملة وهذا قرار ذهبي، ترى 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 قرار ذهبي، ولسنا عنصريين، ولكن الخطأ لا نرضاه لا من مواطن ولا من مقيم ولا من مخالف ولا من متستر ولا من أي أحد، ما نرضى. طيب نأخذ اتصالات. ألو السلام عليكم. هلا وسهلا، عليكم السلام، من معنا؟ مساكم الله بالخير. بالنور. الله يسعدكم وحب هنيكم في الشهر الفضيل. الله يسلمك. إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. ييجي أشكرك يا أبو سعد، جبت لنا شخصية جدا جميلة. طول عمرك. وأنا كنت أتمنى من زمان إني أشوف هالشخص في هذا المكان حقيقة. يسلمك. الأخ فيصل أنا أشكرك حقيقة. تسلم. شخص عظيم وشخصيتك جميلة جدا. الله يطول مو بس أنا اللي يقوله، الجميع اللي يقوله. من معنى الله يسلم؟ أبو خلف معك. هلا يا أبو خلف. الله يسعد. كنت أبو سعد ترى ما عليك زود، أنت أبوه سمى جدا خير، كل جميلة حقيقة. الله يخليك يسلمك. في سؤال فيصل؟ الله. أي والله عندي أنا مو سؤال، عندي شيء بسيط أقوله. سم تفضل يا أبو خلف. الآن جالسين نشوف، أنا ودي أقول شيء مثل مشهور يرتقي في اختيار الشيء اللي يعلمه. لما عندنا مشاكل كثير، أنا من الناس ما ودي أقول برنامج معين، لكن في بعض الأحيان أطلب أونلاين أتفاجئ في النهاية من أسوأ الأشياء اللي طلبتها حقيقة. نعم، اللي طلبت أونلاين عندك مشكلة فيها؟ إيه جدا، حتى بعض الأحيان لما يجي شخص مشهور أجدها في النهاية كلام فاضي، ما تجي القمرة على هواها. ما تجي المشهور فقط. نعم. طيب بنسأل سؤالك أبو خلف، مع إن جاوبنا على جزء منه لكن في جزء بنتكلم فيه. نأخذ اتصال أيضا. ألو. ألو مرحبا. مرحبتين، هلا وسهلا، من معنا؟ حياك الله أخوي علي. الله يبقيك. معك حامد التميمي. ونعم والله يا حامد، هلا وسهلا. حياك الله. هلا وسهلا. نشكر أول شيء استضافتك المبدع فيصل. طول عمرك. يعني نقدر نقول الرجل المواطن الأول وجهوده المبذولة، لكن ولا بغطل عليكم، هي نقطتين مهمة جدا. يعني أعتقد أنه يعني المشاهير السوشيال ميديا حقيقة يعني جالسين يدخلون في بيوت المواطنين بشكل كبير جدا، ويعني وكفى يعني أعتقد أنه لابد فعلا وضع أنظمة. وبحكم أخي فيصل قريب من وزارة التجارة وما يبذل، أعتقد هم الخطر الأساسي يعني. النقطة الثانية اللي هي فيما يخص المناطق والمداهمات وهكذا، أعتقد في مناطق أكثر أهمية أخوي فيصل يعذرني في هذه، في مسألة يعني ممكن المناطق اللي تروحوا لها النائية صحيح مهمة جدا، لكن في مناطق برضو يعني مثلا لما نتكلم شرق شمال
غرب الرياض، هذه مناطق برضو مهمة جدا. نعم. أتمنى تحطونها في عين الاعتبار. أشكر لكم وأتمنى لكم ليلة سعيدة. طيب شكرا، شكرا حمد. طيب أبو خلف وحمد راح نجاوب عليهم، بس اسمح لي في فاصل ونعم. اهلا وسهلا بكم، ورحب بالمستمعين والمستمعات على ام بي سي اف ام، وايضا اللي يتابعنا ويسمعنا ويشوفنا على شاهد، وعلى ايضا ام بي سي راديوز تطبيق، وعلى حساباتنا على تويتر، وايضا على قناه وناسا. ضيفي اليوم فيصل عبد الكريم. فيصل عبد الكريم قلب مفتوح. في عندنا ابو خلف تحدث عنك عن موضوع الاونلاين، وبعدين قال متى هذا المؤثر، ليش ما يرتقون يعني ما يقبلون، يعني متى يوصل المرحلة يصير ما يقبل أي إعلان ما يظل للناس. وأيضا محمد التميمي قال أنه ليش تكون هذه الحملات مقتصرة على حياة معينة ومدن معينة، يقول لك في شرق الرياض غرب الرياض في مناطق ثانية نائية فيها مشاكل كثيرة. نعم. وينكم عنها؟ تفضل. أولا بالنسبة، خلني أخذ آخر سؤال بالنسبة للأحياء والمواقع. في ناس كثير يقولون ليش ما عندنا في 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 جدة، في مكة، في الخبر، في الباحة، هي موجودة بس ما في أحد يصور. ويمكن الشيء جو ناس كثير حاولوا يصورون بس ما ضبطت معهم، عرفت. أنا رشحت ناس في جدة، ورشحت ناس في الشرقية، صعبة ليش؟ لأن ما عندهم استمرار، تبغى جلد، تبغى أماكن سيئة. طيب. وهي قضية ما هي يعني أنا وش أستفيد؟ أنا أستفيد أنه لما الناس يشوفون الشيء الخطأ هذا يتفاعلون معك بالأكشن. صح أنه مردوده وقت، يحتاج وقت طويل، ولكن له مردود، صار في توعية. طيب. في المجتمع. الارتقاء متى يرتقي؟ المشاهير بالقانون ولا لا؟ شوف المشاهير، أول شيء طالبنا وزارة الإعلام من 4 سنوات بنظام للآن ما نزل. لما فزت بجائزة الإعلام الجديد أيام الدكتور العواد وأنا أستلم الجائزة قلت له يا دكتور نبغى النظام، قال لي إن شاء الله تعالى. هاني الغفيلي لما صار متحدث وزارة الإعلام مرتين طلع، حتى مرة في مؤتمر قال باللبي طلب فيصل. يعني تبغى يكون في معايير نظام متكامل للعمل في السوشيال ميديا بشكل كامل. وزارة التجارة العام الماضي اشتغلوا على النظام، طبعا أنا شاركت في مقترحات بالنسبة للمسودة، نزل النظام له الآن تقريبا من شهر يعني سبتمبر. موجود فكرة النظام أنه هذا نظام التجارة الإلكترونية، نظام يعني أنه هذا المؤثر اللي برا الجمعية، مثلا جمعية وزارة التجارة يكون مصنف موجود معها زي مثلا المحامي. ما في أحد مصنف أبو سعد. أي. أي أحد يطلع في السوشيال ميديا ويعلن ينطبق عليه هذا النظام. طيب اليوم ما في أحد في السعودية، هي قضينا من هالموضوع، ما في أحد يعلن إعلام مقلد. اللي يعلن إعلام مقلد سواء مثلا يعلن عيادات صحية إعلام مخالف لأخلاقيات المهنة، أو يعلنون الزيوت الشعر هذه غير مرخص، على طول النيابة. خليني بس، أنا في عندي سؤال مهم من صديقنا العزيز، أرسل لي واتساب ومحب لك الروائي اللي نفخر فيه الحاصل على جائزة البوكر، محمد حسن علوان. هلا يعني دكتور محمد. الدكتور محمد درس في معهد العاصمة. إيه بس أنت كبرت، تقول أكبر منك بسنة. أكبر بسنة هنا. طيب هو عنده وسيلة صراحة، يعني ترى الناس على فكرة أبو سعد يحسبوني أنا شكلا في السناب فيقولون أنت كم عمرك، حسبوني في 50، أنا ترى ما بعد وصلت 40. لا وصلت والله ما وصلت والله ما وصلت. طيب خلي، لأن لمحمد مثلا يعني متعدي 40 توه متعدي. طيب. أنا متأكد. طيب خليني بس، محمد يقول إنه ليش ما يصير عندنا في السعودية شيء زي البتر بزنس أو بي بي بي، يعني مثلا يقول هي جمعية تعاونية لتصنيف وثيقية التجار. نعم. يقولهم هذه طبعا يخافون منها التجار في أمريكا أكثر من الحكومة، يعني كم يشرحها كمان، يقول هي جمعية مدنية غير هادفة للربح، يستطيع أي مستهلك أن يرفع شكوى لهم ضد أي تاجر، وفي حالة ثبوت صحة شكوى يتم تصنيفه. ميزتها أنها شكوى في أشياء قانونية، يعني ما في مخالفة صحيحة بس خدمة سيئة. ليش تصنيف زي اللي يصير في المواقع الآن، الخدمة الجيدة تعطي 5 نجوم وهذا تعطي 3 نجوم وهكذا نجمتين. أول شيء بالنسبة للأونلاين، أنا أقول لكل الناس أنه المواقع خصوصا البضائع الخارجية
توقع فيها التأخير، توقع تلف، توقع غش. أنا كفيصل دائما أفضل الموقع المحلي السعودي لسببين حتى لو كان أغلى. السبب الأول أنه أدعم ابن وطن وأتأكد أنه مش تستر، لأنه في كثير الآن سكروا محلاتهم خصوصا حقين الميك أب وانتقلوا للأونلاين، في ظنهم يقول لك خلاص لا محلات ولا رخص ولا أشتغلها. فتأكد أنه صاحب السعودي معروف الاسم. رقم اثنين غير الدعم لهم، رقم اثنين أني أعرف من قبيلي أشتكي عليه لو خالف، لكن موقع خارجي شلون أشتكي عليه؟ طبعا غير المواقع العالمية المشهورة. أنا طيب خليني بس في هذه النقطة أسهل. دائما في شباب عندنا وشابات عندهم افكار مرائعه جدا في موضوع الاونلاين، نعم، ولكن في ناس مثلا يقول لك يا اخوي فيها انا اطلب من الموقع العالمي او 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 اثنين او واحد محلي شرق اوسطي قوي، يعني كانه ترى ما في الا اثنين دول اللي هم عندهم مصداقيه ومستمرين. لا 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 مو صحيح. هل السؤال يعني هل بامكان اي احد اليوم انه يعمل خدمه الاونلاين توصيل وينجح؟ كثيرين نجحوا، كثيرين، والسوق لا زال يحتمل ومتوى جديد يبغى ينتظر الآن في أي قطاع. والحقيقة شوف ابن الوطن دائما نظرته أبعد. يعني أنا بعطيك مثال، الشهر الماضي في شباب اثنين أخوان يشتغلون في الخضار والفواكه، والله منعم عليهم. قاموا سووا منصة زراعية، لما عرضوها على وزير الزراعة قال أنا أجي افتتحها لكم. سووها في مستودعهم، ما جاء أحد لأنه مع كورونا ما سووا حفل، جاءهم وافتتح الدشن والمنصة الزراعية شو تسوي؟ قالوا أنه إحنا نعاني من سيطرة من العمالة على الأسواق، كثير من المزارعين تضرروا، كثير من الوسطة تضرروا، وكثير من التجار السعوديين تضرروا، ما فيات تشتغل. قاموا سووا المنصة يتأكدون منه التاجر ومنه المزارع ومنه المسوق، ما في للأفراد، فقط للتجار وببلاش فري. أنا يوم قالوا لي فري وقلت أنا أدعمكم وأنا واحد منكم، أنا أعتبروني واحد منكم، ورحت وصورت المعالي وزير الزراعة الفضلي قلت ابشروا، شوف خدمة مجانية قدموها للبلد لأنهم يبون بلدهم، هم ماشي سوقهم طبعًا. يقدر يقول لك وشو لها أدخل أنا في حروب وناس وأخسرهم، سووا المنصة الزراعية وسلكوا، ما في من وراها أي مردود مادي. وفي غيرهم كثير شباب سووا مواقع ما في من وراها أي مردود، وصارت مواقع حكومية أظن وتين حق التبرع بالدم. صحيح. شباب بدوا فيه. صحيح. خذوه وزارة الصحة تبنوه، عرفت؟ ففي أفكار كثيرة قدموها شباب، الآن هم يعانون فقط من البضائع، من الاحتكار، حنا نعاني من الاحتكار. تشوف البضائع اللي برا رخيصة وعندنا غالية، هذا بسبب الاحتكار وكلاء. لكن تراك يا حبيبي تقدر تدخل أي بضاعة تبغاها في كثير من الناس، حتى لو في وكيل وحتى لو رفع قضايا ما يطلع له معك شيء، عنده احتكار نعم، لكن حنا سوق مفتوح، تقدر تجيب سيارة تدخل تحت طيب. الضمان أي شيء. أنا فيصل أبغى أتخيل معك خصوصا فيما يتعلق بتخصصك، ما بعد كورونا إيش التغيرات اللي راح تطرأ على المستهلك وعلى حمايته على البضايع؟ هل هناك شكل جديد؟ نعم شوف، خلني هذا يرجعني لسؤال الأخ اللي يقول أنتم تروحون مناطق معينة، نحن نروح المنابع، جفف المستنقعات يموت البعوض. أحيانا يشوفون نصور بقالة ترى ما يدرون إيش خلفيات الموضوع، يقول إيه شاطرين على البقالات وتركيب، أنت ما تدري إيش وراء البقالة، ما تدري. في أشياء لا تقال، في أشياء تحال للجهات الأمنية، أنت لا تعرف ما وراءها، ولا تعرف هذه البقالة وإيش وراءها ملايين في المستودعات. ما هو كل ما يعرف يقال، وله أنا مؤتمن، طالما أني أشوف أنا مؤتمن. أنا ترى في ناس يقولون إيش صفته، ترى أنا عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك، ومثل الجمعية ومثل المستهلكين، كنا ضعاف زمان، اليوم إحنا وجودنا مع الجهات الحكومية كمستهلكين أقوياء، موجودين جالسين معهم ونوثق إحنا المستهلكين، ونوثق هذا الشيء لأنه صرنا أقوياء ضد المحتالين والغشاشين، لذلك خف الغش عندنا كثير. ف الغش اليوم اللي جالس ينتشر بدأ ينخفض. أنت إيش كان علقت على نقطته واللي تسألني عنها؟ اللي سؤالي من الأخير مستقبل. المستقبل. إيش التغيرات اللي شوف العمل الضخم اللي جالس يصير مع كورونا الآن، شغل المراقبين يذكرني بشغلهم في الحج بدون نوم، حماسة غير طبيعية.
وعمل وطني مخلص بشكل عجيب والله. تشوف شلون يتعبون من الصباح إلى آخر الليل في رمضان صايمين تقول، لكن فتح عيوننا على أشياء كثيرة كانت مخفية وعرفنا من اللي يحبنا ومن اللي يكرهنا، وعرفنا مافيات كثيرة كيف تسيطر على الأسواق، عرفوها الناس على الأقل، كنا نحكي فيها زمان وما كانوا يصدقونها الناس، لكن نظفت كثير أشياء كانت مختفية. أبسطها في مثلا، خلنا ما نقول كل العمالة متستر عليهم، حنا في النهاية في عمالة نحتاجهم في المهن الصغيرة مش المهن المتوسطة، في المهن الصغيرة في سكن العمالة مثلا الآن بدأت الجهات الحكومية تنظف السكن السيء، بعض الكفلاء جشع عرفت يسكنهم في سكن مزري، الآن بدأ يتغير هذا كله مع كورونا، بالرغم ترى الأنظمة موجودة من 3 سنوات من عام 38 ما طبقوها، الآن كل واحد عنده سكن عمل عملته فعلا يشتغلون عنده وما يسكنهم سكن مناسب وصحي في ظل هذه الظروف يسجن مباشرة خلال 48 ساعة يوفر لهم سكن جيد. لذلك أقولك إحنا ما عندنا عنصرية، المستقبل بإذن الله جيد. أنا يمكن ما أكون ضمن المعادلة، ليش؟ لأني تعبت. أي. يمكن ما أدري، ممكن وجود خفيف. على فكرة علي، في كثير من الإعلاميين يحاربون الآن ويقاتلون الخروج مع الجهات الحكومية. بعضهم للأسف والله يسامحهم في شهر رمضان سببوا مشاكل بيني وبين جهات حكومية، يظنون أنه هذا المحتوى أنا محتكره لأني أقبض عليه فلوس فيبون يطلعون ويأخذون فلوس. تقولهم الجهات الحكومية والله ما يأخذ شيء، يقولون لا أنتم تكذبون علينا. عرفت؟ فالمحتوى هذا ليس مغري ومتعب جدا ومقزز في بعض الأحيان، أرهقك وأمرهق جدا يأخذ من وقتك وسريا. أي والله يأخذ وقت ومتعب حتى صحيا، حتى صحيا صحيا متعب جدا. أنا جاني الضغط وأنا صغير، صار فيني شيب بسبب الأشياء. ترى علي ما يدرون الناس في كثير من المرات تطلع توقف التصوير، تطلع أحيانا في مشهد مبكي من التلاعب خصوصا في المجال الطبي، أحيانا تكرم تطلع تستفرغ ويكرم الله السامعين، ومو بنا بس حتى المراقبين يطلع ما نصور الأشياء ذي لأنه إحنا نبي ننقل الحقيقة للناس. لا شوف، أنا شخصيا أنا ما راح أغفر غيابك إلا إذا كان البيئة كلها تحسنت، ما عاد فيها شيء. والله هي الرسالة متعبة، لأنه علي أنا ما علي من الأعداء، أنا تعبت والله العظيم أكثر شيء من الأصدقاء، هم اللي أتعبوا، لأنه الشوشرة وعدم فهم، أقسم بالله في هذه الليالي المباركة ليس لي مصلحة شخصية من الخروج في هذه الحملات، أنه لو أتفرغ للمواد اللي عندي الآن طالما عطيت الناس المصداقية اللي عندي، لو أتفرغ وأنا جالس في بيتي وأحكي لهم أنه أفضل مليون مرة، ولو أتفرغ فعلا ويقولون يبي يوصل للإعلانات، كان من أول سنة تفرغت للإعلانات والآن عندي ملايين. عرفت؟ ولكن الله يسامح من أخطأ، ولكن حرب ضروس ما أدري ليش، ما أعرف ليش. لا عادي، بس أنا أشوف دايم دايم إذا أنت واثق من قرارك وعندك قضية تحملها، لا بالعكس العظيم اللي يستمر فيها مهما كانت الطعنات هذه كلها يعني أشياء بس تذهب. مرهقة طبعاً جدا. طبعاً أنا أفهمك وأتفهم على حساب الصحة، وخصوصاً ترى جائحة كورونا، لأني أنا كل سنة أقضي إجازتي في مارس، في شهر مارس. عرفت؟ السنة هذه انحرمنا على مارس. الطاري شدوا البلد المفضل عندك؟ اليونان. وين في اليونان بالضبط؟ أي جزيرة في اليونان جميلة. بس للأسف يعني أنا كنت أروح لها قبل اليونان، ترى كانت مصيف للسعوديين في فترة الستينات وأوائل السبعينات، صحيح يوم كانت المسلسلات وذي كانت تصور، فكانت مصيف ممتاز، بعدين تركوها تحولوا إلى دول أوروبية أخرى، الآن بدأوا يعودون ولكن بطريقة خاطئة لأنهم ما يعرفون كيف يتسوحون في دول الجزر. إحنا ما نعرف يعني، ناس تحب تجلس في المقاهي إلى وقت متأخر بالليل، ينامون فترة الصباحية، الجزر تبغى تقوم بدري من الساعة 6 الصباح، أنشطة البحرية والدنيا هناك، يومك المفروض ينتهي 7-8 بالليل. إحنا ما نعرف، نعتقد أنه اللذة مرتبطة بأنك تجلس في مقاهي والهيصة وجمعة الناس إلى وقت متأخر وأطفال يلعبون. في دول أيضا ما تناسب الأطفال يروحوا لها، عرفت؟ صح، بس مارس الجو مناسب، الناس يحبون الصيف أكثر.
في 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 مارس قصدك؟ لا مارس الباريس. باريس هي مدينة مارس. إيه لا بس اليونان تحبها تروح لها في الصيف. في الصيف نعم. الصيف. طب أعطيني رقم واحد في الجزر اللي تحبها. في الجزر اللي أحبها والله كثيرة. في سانتوريني. هذه اللي جاب انتظرها لاني انا من انصار سنتوريني. بس طيب. ما تنفع اللي يحبون الهيصه لانها جزيره هادئه. لا 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 بالعكس الهيصه في حياتنا واجد. الواحد احيانا يروح سنتوريني جزيره هادئه. احيانا الواحد ساحرة. يروح يعني يروح اجازه ياخذ اجازه من نفسه. ناخذ اتصال. الو السلام عليكم. حسبي الله عليك سوقت للسفر الحين يذكرنا البطار ان شاء الله يخلص كورونا بخير وسلامه والناس كلهم طيبين ان شاء الله. طيب ناخذ اتصال من معنا. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ الله مساء الجميع ومساك هلا وسهلا. اولا جميل انه نشوف اليوم يعني شخصيه جديده تستضاف بدلا عن تكرار ضيوف خلال مواسم متواليه وهذا تشكر عليه استاذ علي اليوم. اشكر اني كررت الضيوف ولا اشكر على فيصل؟ لا أشكرك أنك استثنيت ضيف اليوم وهذا يسري الحوار ويعطي وجه جديد للمشاهد. أي. ويعني يجعل الفائدة والمتعة أكثر ونشكرك. من معنى الله يسلمك؟ المهندس عبد الله آل مدجوع الله يسلمك. ونعم عبد الله تفضل. علي سعود بخصوص المحتوى الرائع والنتائج الإيجابية التي تنتج عن جهود الأخ فيصل فأجدها فرصة اليوم لطرح رأي إن أصبت فيه وهو أننا نجد حاليا أن الرقابة تتم من خلال عدة وزارات يعني الصحة من خلال هيئة الغذاء والدواء والتجارة وأيضا وزارة الشؤون البلدية. أليس تشعب الرقابة من عدة جهات قد يضعف الجهود أو يقلل الشمولية يعني يسبب تواكل مسؤولية بين هالجهات الثلاث وغيرها يمكن لو انفصلت كل إدارات الرقابة والمداهمات وخلافه من هالوزارات لتكون تحت مظلة جهة واحدة مستقلة كهيئة متفرغة وممكنة مما يعطي نفاذ أقوى وتفرغ طيب. كامل واضح عبد الله. وعموما في كل الأحوال تكاتف الجميع سيخلق عقبات أمام مزاولي هذا الغش والتقصير وشكرا لكم. شكرا لك عبد الله. ناخذ اتصال آخر. ألو ألو. طيب نجاوب على عبد الله. تشعب ممتاز السؤال جدا جدا جدا. صار لنا اليوم من 2009 ترى ما فيه مهتمين بشؤون المستهلك في ذاك الوقت إلا أنا وعبد العزيز الخضيري. في مجموعة مهتمة بأشياء متفرقة يعني في مجال الطبي لما تأسست جمعية حماية المستهلك تقريبا في 2007 في ناس لهم كل واحد في مجاله لكن احنا اللي طلعنا من الإعلام كإعلاميين كنا نطالب بهيئة مستقلة لحماية المستهلك تضم تحت لواءها كل الرقابة من كل الجهات. وزير التجارة طلع أعتقد قبل سنة أو سنتين في برنامج وقال أتفق أنه لن نصل إلى مرحلة ممتازة إلا بوجود هيئة مستقلة. يستحيل أنا كوزير تجارة أني أحمي حقوق التاجر وأحمي حقوق المستهلك. ما أقدر الاثنين فينا في وقت واحد. لا. فيها تناقض. ويتفق معالي وزير التجارة مع هذا الرأي أنه يكون عندنا هيئة مستقلة. أبعطيك شيء مضحك جدا على هذا التشعب. الآن لما تجي السوبر ماركت في الثلاجة حقة الأجبان أو اللحم هذا المدخن وذا لما تجي الجبن اللي يجي القوالب المغلفة ببلاستيك معبى اللي تجي من برا مثلا هذا هو مغلف جاي لسه معلب بالبلاستيك المقوى. هذا مهمة هيئة الغذاء والدواء. لو شفت فيه خراب مورا الثلاجة تتصل تبلغ هيئة الغذاء والدواء. لما يفتح الكيس بس يفتحه طلع خربان تكلم البلدية. شفت نفس المنتج صحيح. من حالة إلى حالة تختلف الجهة. 20,000,000,000 جهة أبلغها أبلغ مين ولا مين. الآن عندنا مركز موحد لاستقبال بلاغات المستهلك 935 هذا كان من اقتراحاتي وفعل ولكنه ضعيف. أقولها بكل صراحة لا زال ضعيف. ليش ضعيف؟ لأنه المفروض الآن تجمع كل الميزانيات اللي في الوزارات والوزارات ما راح تعطيك الميزانيات اللي عندها وموظفين مراكز البلاغات وتحطهم تحت 935 وتلغي باقي الأرقام. المفترض
أما تبغى جهة وأنت عندك يعني أنا عندي 935 ولازال عندي 937 الصحة، عندي 1900 وزارة التجارة، 149 أيضا غذاء، يبي رجل يبغى لها كمبيوتر يحفظها، خلاص رقم واحد الاستقبال من البلاغات. طيب إيش المانع أنه ما يتفاعل؟ يبي يصير غير الميزانية. يبي يصير بس ما تشوف أنه برضو أحيانا نرجع حن المربع الأول، يعني مثلا هذه اللجان مثلا في أنا إحنا ضربنا مثال الصيدلية في البداية، صدليها الصحة لازم تكون معك صح؟ نعم. والبلدية يمكن تكون معك، وهيئة الغذاء والدواء، وهيئة الغذاء بتكون معك، وزارة التجارة والتجارة والشرطة معك. إيه في قطاع ثاني لا، في جهات ثانية بتكون معك غير الصحة. نعم. يعني أقصد أن نخشى أنه هذا المكتب الموحد أو الرقم الموحد أنه يرجع نفس الحكاية، يعني يرجع نفس البيروقراطية. هل في طريقة أنه نتجاوز ذا الموضوع كله؟ أيه. يكون دولة متفرغين، لجنة مشتركة عندها معايير قانونية واضحة، ما تنتظر نرفع للجهة الفلانية ولا نكلم من حتى بمداهمتها بكل تفاصيل. طيب. هو اللي تغير من ذيك الأيام أول ما بدأنا في التصوير في المداهمات، أنه اليوم وصلنا إلى لجنة مشتركة. كل اللي تشوفونه اليوم نصوره لجان مشتركة، يشوف موظف الموارد البشرية المراقب شيء يتصل على الحملة، في تنسيق في الحملات كلها، حلقات منتشرة الآن في كل المدن. احنا قطعنا شوط كبير علي، ترى انا اقولها دائما، احنا مع الطفرة الاولى تخلينا عن مفاصلنا الاقتصادية طبعا. وتوجه الشباب للابتعاث والدراسة وراحوا الوظائف الحكومية، وتركنا التجارة، جو ناس من برا يعبونها لأننا محتاجينها. احنا الان جالسين اخطاء 40 سنة من الاباء ومن جهات حكومية ومن الأبناء اللي تخلوا عن التجارة، جالسين اليوم نصحح. الدولة قالت فيه تحول، أنا اللي أصوره أفضل مثال للتحول الوطني، أنه من يوم بدأنا نصور بنفس واحد إلى نوصل 2020 يكون عندنا سوق متوازن. لأن كنا في فوضى عارمة جدا، عالية جدا الفوضى اللي كنا. رجل اليوم 80% تغير الوضع، اليوم الوضع جدا جميل، صارت على الأقل الصورة واضحة أمام المسؤول، أمام القاضي. اللي قبل ما كان يعرف إيش يصير في المخالفات، صار اليوم يعطي مخالفات، فتغير الوضع اليوم كلين. إحنا نحتاج هيئة مستقلة، إلين نوصل إلى هذه الهيئة المستقلة إحنا اليوم بوضع نقول جيد، لكن عبث سنوات وعشوائية تحتاج أيضا. بس من يوم جاء الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه، 4 سنوات اليوم من يوم بدأت الرؤية تغير، أو من 2015 تغير أشياء كثيرة. نعم. كثيرة تغيرت عندنا. نعم. كل تغييرات الحمد لله. وين احنا جميل. وين كنا في أمور على الأقل من الفوائد أنه أعطينا الفرصة والثقة من المسؤولين، أنه ناخذ راحتنا، يجون الناس يصورون، أنه صار فيه في وعي عند الناس، صاروا الناس يتجاوبون. أول الناس تقول عمر مستعيك، يقول فكنا يا شيخ. المشاهير هذه بقفل فيها ضرورية، أقول أنه لابد أنه في جهات معينة وخصوصا وزارة الإعلام نستغلهم، هم قوة. في دول معادية لنا اليوم قريبة في الشرق الأوسط ما تتكلم عربي، استغلت مشاهير عندها، علمتهم العربي ووجهتهم لنا، عرفت؟ استدعت واحدة من الدول، خلنا نتكلم بمنتهى الصراحة، في 2015 تركيا دعت 150 مشهور خليجي عندهم لحضور حفل الاستقلال أو شيء من هذا القبيل. ليش؟ ليش الاهتمام بهذول المشاهير؟ وليش حنا نقتلهم؟ وعلى فكرة لو أنت، لابد أنه يكون في مشاهير، ما نقول تافين، ما عندهم محتوى، يوميات أصلا سناب برنامج تافه لليوميات، حنا اللي اقتحمنا بمحتوى مفيد، حنا اللي اقتحمنا عليهم. إذا ما وجدوا هذولي ما راح تميز زين، وراح يتابعون الناس من برا. لا خلهم يتابعون اللي عندنا تحت طائلتنا. بس أنا أقول اللي عنده محتوى يا أبو سعد يمكن جيد يجي من، لازم أنا أرتقي فيه، أعطي صحيح. دورات أفهم طبعا، بس ويكون في نظام صارم، ما هو أي أحد يجي بالضبط. بس أبو عبد الله، في يعني دائما لا صوت يعلو فوق صوت الوطن. نعم. أنا اللي بقول إنه ذول اللي تم دعوتهم للاستقلال مثلا من عندنا ومن دول الخليج، هذول لازم يعرفون ان اول شيء في النهايه شئنا ما بين تركيا عدوه لا ما لا كان وقتها كان مستغلين احنا في السوشيال ميديا ما كنا ندري. بس كمان اليوم واضحه العلاقات السعوديه التركيه. بعتقد ان وعي هذا السنابر او المؤثر لابد انه يكون سابق شهوته الماليه او شهوته لا 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 ما كانت شهوه ماليه. هو الموضوع انه احنا في 2015 غير اليوم 2020، عرفت ولا لا؟ أنا بعطيك مثال،
أنا في حسابي موجود في تويتر في 2012 و2013 أنا ماني سياسي، لكن لأني عندي كتبته اجتماعي عن ضد الإخوان المسلمين وكذا، متتبع للحركات هذه كفضول ما هو أكثر. فكنت أكتب ضد هذه الدول، يجيني ألفاظ لاسعة من ربعك الحين. أرجع للردود أشوفها، أدخل على حساباتهم الآن تغيرت نظرتهم. حنا كان مضحوك علينا، حنا ما كنا مدركين لخطر السوشيال ميديا. في 2011 حرك ثورات من هذولي الأنجاس ومات ناس بسببهم، وعارفين من وين طلعوا، من أي معاهد وأي أكاديميات، سواء في الدويلة أو في تركيا. فاليوم يوم أدركنا الخطورة وقفنا لهم تبعثرت أوراقهم. نعم. صار الشعب السعودي قوي في الرد طبعاً. والتكذيب طبعاً. هم صدقين أنه كل جهدهم السنوات هذه تبعثر. لذلك أنا أقول هذه قوة لابد أن نعرف نصقلها. نعم. حتى لا نفقد. أنا أعتقد أن الهنات اللي صارت والصراع اللي صار، أعتقد أنه هو بداية للتنظيم، لتنظيم هذه يعني كل الفئات اللي ممكن تفيد البلد وتفيد. لا بد ان نرتقي فيهم، نعطيهم طبعاً دروس. لا بد ان ما نعتبرهم اعداء، وللاسف لانه الموضوع بالنسبه للناس صار اليوم مشجع. يعني انا اكثر واحد دخل عداوات مع مشاهير وسبوني وشتم، ولكن انا ماني بدافع عنهم. انا اقول مصلحه الوطن انه ما نخسر ناس عندهم متابعين، اذا يرجى من انه يكون شخص مفيد. في بعضهم وده بس ما هو عارف وشلون، ما حد مسك بيده. نعم الآن أعتقد أنهم جاهزين أحد يمسك بيديهم دائما. أي لا جاهزين، الخضات مفيدة. بس هل الجهات جاهزة الآن أنها تعطيهم دورات؟ أيضا أنتم أبو سعد أنت علم في الإعلام وفي كذا، يعني ليش أيضا ما الجهات هم ما راح يشتغلون في القنوات، لكن لو تنظم لهم دورات في على الأقل في أنه كيف يفتح الموضوع، كيف يقفله، كيف أشياء كثيرة جدا. أنا دائم من حزب المتفائلين في أي مرحلة. ذكرت نقطة مهمة، اليوم لا ندري ما هو، يعني لا نعلم، لا نتنبأ ولا نتكهن إيش الجديد اللي راح يصير. أتحدث عن الوسائل، يعني اليوم أنت موجود، نتاجك الحمد لله تحمت بكل مهنية في 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 سناب شات، وكان انتصار أساسا لزملائك الصحفيين اللي أيضا عندهم محتوى نقلته أنت بطريقة حضارية وجميلة ومهنية إلى لكن ماذا بعد؟ أنت تعرف أن في هبات كثيرة صارت. الكيك مثلا كان يعني ثورة، بعدين يعني ما عدرينا وين هو الكيك. نعم. المنصات خفت ضوءها شوي، موجودة خفت. كان في فترة سناب والإنستغرام، طلع سناب بعدين طلع إنستغرام بعدين توازن وبعدين ماذا بعد؟ أنت حاط خطة لما بعد سناب لو جاء شيء جديد؟ صح أبو سعد، حنا خلنا نقرأ المشهد بشكل عام. فيه مشاهير ومشهورات محتواهم فقط إعلانات. في ناس يحبون الإعلانات صحيح، بس يبغى يشوف إعلانات، فتلقى عندهم متابعات مليونية. في ناس يحبون يشوفون هذا الشيء. في ناس يبون يضحكون، يعني يقول لك يا أخي فيصل ثقيل دم، يا أخي فلان ثقيل دم محتواهم ثقيل، يا أخي أنا طفشان وجاي وقرفان من عمله بفتح شوية بضحك. يبغون الضحكة، ما هو عيب أصلا في المجالس، في مجالس كبار القوم من آلاف السنين وفي كل مكان، اللي عنده ضحكة هو اللي يتسيد المجلس، صح ولا لا؟ ما هو عيب، ما هو عيب إن شخص كوميدي يكون له أداة، ولكن يكون في زاويته الصح. أنا ما أجيب شخص كوميديان وأحطه في تغطية رسمية ما يعرف، أضيعه، خله في هذه الزاوية، أحتاجه أصقله بكرة في جانبه الترفيهي. أيضا احنا وين رايحين؟ انا اقول متفائل جدا ان رايحين لاشياء جيده، راح يطلع عندنا مشاهير جدا ممتازين. بعض سوء المشاهير وشو انهم يرون انهم مرحله وسينتهون، فخلنا نجمع فلوس بسرعه ونمشي. اللي عنده محتوى جيد طب ايش ينتقل اي برنامج؟ طب ايش في منصات جديده متوقع لها نهوض؟ لا انا ما اتوقع انه راح ينهض شيء حاليا الا اليوتيوب. هو الباقي وسيتمدد. شاطك على اليوتيوب كيف؟ لا ضعيف، انا ضعيف ما نزل. انت سناب اكثر؟ سناب اي سناب لانه قوه، يعني الحمد لله انا وصلت المشاهدات الى حوالي 6 مليون الا ما شاء الله كمشاهدات. فقوه. زادت في وقت كورونا ولا اي زادت؟ زادت، يعني انت وضيفنا في راس بقناها من الـ من الـ زادت إيه؟ زادت لانه حط في بالك انه الناس فاضيه. يعني يبون يشاهدون شيء، وترى استغلينا الفرصة أن الناس فاضية، بدينا نعطي منكثف معلومات حتى قديمة. وقت انتهى؟
وقت مرة بسرعة معك. مرة بسرعة أيوة. شكرا، نقول لك في البداية ونقول لك في النهاية شكرا لك على جهودك، على نضالك من أجل المهنة والمهنية ومن أجل الناس. مثال رائع، أنا مبسوط من نجاحك في السوشيال ميديا، لأن نجاحك مضروب في اثنين. أنت يعني تمثلنا كصحفيين جادين موجودين في المهنة من زمان، وأيضا نجحت أيضا في منصات أخرى، فإحنا نعتبر نجاحك نجاح لنا. الله يطول عمرك وانتصار المهنة. شكرا لك. الله يطول. كل عام وانت بخير. وانت بخير إن شاء الله. وإن شاء الله بعد هذه الأزمة تصور لنا وانت في سنتوريني مستمتع إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا. أنا أشكركم الزملاء الأعزاء، العادة طبعا الساعة 2 الظهر، مدير التحرير مصعب المرضي، فريق السوشيال ميديا عبد العزيز السعيد، أبو بكر الأنصاري، فريق الإعداد أحمد الشهري وسحر بن منصور، هندسة صوتية يوسف اليوسف، برودكشن محمد العسيري، تكنيكال أحمد عبد الله، مدير البرامج في ام بي سي اف ام ياسر الشمراني، ومسؤول العلاقات العامة والتنسيق يزيد السحيباني. ألقاكم في أمان الله. قلب مفتوح مع علي العلياني.